عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتكلم دلوقتي على الكارديك أوتبوت. النقاط اللي احنا هنغطيها هي description of the cardiac output و description of venous return وال factors affecting both of them وبعض ال definitions اللي على بعض المواضيع الهامة اللي هي يعني عايزين نحددها ونخلينا focusing عليها. يعني بالنسبة للكارديك اوت بوت طبعا هنيجي نلاقي ان هي احنا اولا بنسميه المينيت فوليوم، يعني اذا هو مرتبط بزمن وبحجم. الهارت ان جنرال هو الوظيفة بتاعته ايه؟ بامبنج ذا بلاد، بامبنج ذا بلاد تو ذا سمول سيركيليشن او الليسر سيركيليشن او البلمونري سيركيليشن، كل دول حاجة واحدة اللي هي من الرايت سايد تو ذا لانجز عشان نعمل الاكسشينج اوف اوكسجين مع الاكسجين مع الكربون دايوكسيد ويرجع تاني عن طريق البلبونري فينز. وكنا قلنا ان طبعا قلنا الشكل التاني او الناحيه التانيه بتبقى هي بومبينج ذا بلاد فروم ذا رايت فروم ذا ليفت فنتركل through the aorta to all system of the body or all the body will come back through the inferior way superior vena cava to the right atrium. طيب احنا عندنا كده اللي هو التو سيركيليشنز دول بنربط بقى بالزمن، فبنقول هي دي الكارديك اوتبوت. فالكارديك اوتبوت بنقول هو ليه طبعا ديفينيشن هي amount of blood pumped from the ventricle per minute. كده احنا بنتكلم على الكارديك اوتبوت. في كومبوننت تاني على نفس اللغه ونفس الصيغه ولكن اختلاف بسيط جدا، اللي هو بامبنج ذا بلاد فروم ذا فنتركل بير بيت او بير كونتراكشن اللي هو اسمه الستروك فوليوم. فاحنا بنيجي نقول ان الكارديك اوت بوت بتساوي ستروك فوليوم في الهارت ريت. الستروك فوليوم هو بيساوي اند دايستوليك فوليوم ماينس اند سيستوليك فوليوم اللي هو افريج احنا بنقول عليه ممكن يكونوا 70 مللي. انا بيرجع للهارت تقريبا 135 مللي، او يعني ده اللي بيبقى الكومبوننت او حجم الفنتريكل افتر دايستول بيبقى 135 مللي. ده حجم الايه؟ الفنتريكل افتر دايستول سواء كان الرايت او الليفت. وبعدين هنبتدي نعمل الكونتراكشن، نعمل الهارت بيت، نعمل الهارت ريت، يعني نبتدي نعد واحده من الهارت ريت، هتبمب كميه من الدم اللي هي بتبقى حاصل نتيجة إن إحنا نقول end diastolic volume minus end systolic volume، فبيطلع عندنا السبعين ملي. طب الـ end diastolic volume ده هو عبارة عن إيه؟ هو كل مجهود الجسم إنه يرجع الدم إلى الإيه؟ إلى الأتريوم. لو خدنا مثال زي ما إحنا دايماً بنتفق بنحب ناخد الـ right atrium أو الكمية الدم اللي رجعت للهارت سواء كانت للرايت اتريوم او الليفت اتريوم وفي الاخر خالص بنبمب ثرو ذا فنتريكلز، هنلاقي ان الاند دايستوليك فوليوم هي كمية الدم في نهاية الدايستول الموجودة جوه الفنتريكل. طبعا احنا عندنا سيستول ودايستول وده خلاص احنا امر منتهي منه وعارفين. الدايستول هي فترة الراحة اللي بيتم فيها ريلاكسيشن اوف ذا فنتريكل، نجيف ريست اوف ذا فنتريكل ويبتدي يجمع الدم من خلال الفينس ريتر، يعني الدم اللي راجع للقلب. طيب الدم اللي راجع للقلب ده بعد ما القلب بيعمل كونتراكشن بير مينيت بير بيت هيبتدي يدينا المصطلحين اللي هم الستروك فوليوم والايه الكارديك اوتبوت. الدم اللي بيتبقى في نهايه الايجكشن فيس بعد الايجكشن فيس اللي هي بتبقى واحده من الكاردياك سايكل فيسز هي اللي ايه بيتبقى بعديها الاند سيستوليك فوليوم. فالحاصل طرح ده من ده بيديني في الاخر الايه الستروك فوليوم. الهارت ريت خلاص طبعا احنا عارفين الهارت ريت هو معدل الضربات اللي بتتم كل دقيقه. لو احنا افترضنا ان الكاردياك سايكل بتاخد 0.8 سكند فاحنا قلنا ان السيستول بيساوي 0.3 والدايستول بيساوي 0.5 سكند. فطبعا كده عرفنا ان الدايستول اطول من السيستول. المهم ان دول مع بعض لما بنقول 60 ثانيه على 0.8 سكند اللي هي زمن الدوره الواحده هيديني عدد الدورات اللي بتتم في خلال دقيقه او هيديني عدد ضربات القلب اللي بتتم في خلال دقيقه.
في الناتج النهائي هيبقى طبعا لو انا قلت 70 ضربه في الدقيقه او 70 مللي كل ضربه، هيبقى الناتج بتاعي 4900، اللي هو في الاخر ممكن اقول ان هم يساوي 5 لتر للتقريب. ولازم اكتب طبعا بير مينت، عشان كده احنا بنسميها مينت فوليوم. طيب في هنا حاجه تانية بنقدر نحسب عليها الايه، الكمية الدم اللي بتخرج، بنسميها الكاردياك اندكس. كاردياك اندكس، ايه هي الكاردياك اندكس؟ هو المينت فوليوم، هو الكاردياك اوت بوت، ولكن كل سكوير متر. طبعا احنا اي حاجه بتتغير مع تغير حجم الشخص يبقى لازم نعملها ايه، نرجعها الى السكوير متر او السيرفيس اريا اوف ذا بودي، اللي هي في الاخر خالص ممكن النورمال سيرفيس اريا بتاعتنا تبقى 1.7 سكوير متر. فلو قلنا عملنا ديفيجن اوف 5 لتر ديفايدد بال 1.7 سكوير متر، هيدينا تقريبا 3.2 لتر بير مينيت بير متر سكوير. تمام، وده النورمال فاليو بتاعنا، وده الرينج طبعا بيبقى 2.8 بلس ماينس 0.3 اللي هي لتر بير سكوير متر. طبعا ده كله خالص في الاخر خالص بير مينيت طبعا، in an adult with average body surface اللي هي 1.734. ده يعني الرقم بالظبط زي ما بيطلع لما بنيجي نحسب السيرفيس اريا بتاعت شخص ما. وهنلاقي ان السيرفيس اريا ممكن تكون مختلفه من سوري السيرفيس اريا مختلفه من شخص للتاني، وهنلاقي الكارديك اوت بوت ممكن تبقى في الاخر نورمال في الشخص ده وفي الشخص ده. يعني لو جينا لقينا ان واحد السكوير متر بتاعته مثلا بيساوي 2 متر، وواحد تاني السكوير متر بتاعته بتساوي 1 متر، وبس هنا الكارديك اوت بوت بتاعته 2.5، وهنا الكارديك اوت بوت بتاعته 5، ونقسم 5 على 2 فيها 2.5 بير مينيت بير سكوير متر، والشخص التاني اللي هو السيرفيس اريا بتاعته 1 سكوير متر برضه، ولكن الكارديك اوت بوت بتاعه 2.5، هنلاقي في الاخر ايه 2.5 برضه بير 1 متر او بير سكوير متر بير مينيت، هنلاقي في الاخر انها متساويه. اذا انا عندي هنا دول المعدلات اللي احنا بنحفظها، يبقى الديفينيشنز بتاعتنا لازم نكون ايه عارفينها. يبقى انا عندي الكاردياك اوت بوت في حاجه اسمها بريلود، وزي ما شايفينه كده يبقى ده ليه علاقه بالايه، بالدم اللي راجع للاتريوم، ده اسمه البريلود. افتر لود هو الدم اللي خارج بعد كده من الفنتركل على اللارج ارتري. طب ده في الاخر هيمثل ايه؟ يمثل الستروك فوليوم. يبقى الستروك فوليوم هو الهارت ريت، هو هارت ريت هو معدل بيعمل لب دب لب دب شغاله، ولكن الستروك فوليوم هو العمال ممكن نقول ان هو العمال يتغير بتغيرات في ثلاث حاجات، البري لود والافتر لود والكونتراكتيليتي، ثلاث حاجات. طب ايه هم الحاجات دي؟ نقدر نعرفهم ازاي؟ هي المايوكارديوم انترنسيك ابيليتي، القدره الداخليه للقلب تو افيشنتلي كونتراكت تنقبض، تو امبتي ايه الهدف من عمليه الكونتراكشن، تو امبتي ذا فنتركل اندبندنت اوف بري لود اند افتر لود. سواء كده او كده هي كده كده هيحصل الكونتراكتيليتي، لا تعتمد على ايه البري او الافتر لود في البدايه، دي قدره العضله على الايه الانقباض. طب كلمه بري لود هي amount of stretch، يبقى انا هنا كده on the ventricle myocardium prior قبل to contraction، اللي هي قبل ما يحصل الكونتراكشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاند دايستوليك فوليوم، يعني قبل ما يحصل عمليه الانقباض انا عملت ايه؟ جمعت الدم، الدم ده لما رجع على الفنتريك لو فاكرين في الكاردياك سايكل قلنا 70% سبونتينيوسلي بيدخلوا دايركتلي على طول على الفنتريكل، لان الفالف بين الاثنين بيبقى مفتوح، نظرا لان البريشر في الرايت اتريوم بيبقى اعلى من البريشر في الليفت في الرايت فنتريكل مثلا، اللي هو دايما يبقى يساوي زيرو ات ذا بيجيننج اوف دايستول. ولازم نخلي بالنا من الكلمتين، لازم يكون يساوي زيرو in relation to the right atrium، وبرضه left atrium لازم يكون الفنتركل يساوي زيرو او اقل منه بدرجه واحده عشان تسمح بمرور الدم دايركتلي without a resistance. يبقى انا هنا بقول ان البريشر بيبقى في الاتريوم اعلى منه في الفنتركل، واحنا قلنا ان البريشر في الرايت اتريوم مثلا بيبقى من 0 ل 4، طيب في الليفت اتريوم بيبقى من 4 ل 8. يبقى اذا البريشر ات دايستول لو انا خدت المينيمم على ان هو الدايستول بتاعي في الاتريوم يبقى لازم يكون زيرو، يبقى الدم هنا هيرجع دايركتلي سبونتينيوسلي باسيفلي زي ما تحبوا تسموها، الانسب طبعا كلمه باسيفلي، من الرايت اتريوم للرايت فينتركل. طيب ده في نهايه الكلام ده بيبقى مين؟ بيبقى الاند دايستوليك فوليوم.
اي انكريز في الفوليوم بامبد هيديني هنا ايه؟ ستروك فوليوم. يبقى هنا عندي كلمه حاجه برضو بتحكمني، حاجه اسمها فرانك ستارلينج لو. ذا انكريز ذا اند ذا ستوليك فوليوم، ذا انكريز ذا كونتراكشن اوف ذا فنتركل، تمام؟ هيديني برضو الستروك فوليوم، انكريز ذا اماونت اوف ستروك فوليوم but within limit. يعني ما اقدرش او اوصل لمرحله ان انا اعمل ستريتشنج لدرجه ان انا اقطع الكاردياك ماسل. واظن احنا كنا مثلناها واحنا بنشرح في المدرج انها ازاي. يعني مثلا لو انا بفتح دراعاتي الاثنين على الاخر وبعدين بفتحهم كمان بفتحهم كمان لغايه ما احاول اوصل دراعاتي الاثنين ورا ظهري يلمسوا بعض، او حد يقدر يعمل بوشنج ليهم، اكيد الحركه الارتداد بتاعي هيبقى قوي جدا كل ما انا افتح دراعاتي على الاخر لغايه ما اوصل لليمت ان انا مش قادر اعمل ستريتشنج اكتر من كده. يبقى هنا في ليمت انا مش هقدر اعدي، يبقى ده اللي بيخلينا نقول ويذن ليمت. طبعا عندنا حاجه اسمها افتر لود. طب الافتر لود ده بيأثر على ايه؟ اللي هو الدم وهو خارج من الفنتركل، ايه الريزيستنس اللي هقابلها سواء كان في الاورطه او البلمونري ارتري. هنا في مقاومه امبيدنس هيقابلها في من تو ذا فنتريكولار ايجكشن، دي اللي هي الاند، دي اللي بتحدد لي الاند اند سيستوليك فوليوم. كل ما تزيد الكونتراكشن سوري كل ما تزيد الريزيستنس او الامبيدنس اللي موجوده في او البريشر اللي موجود في الاورطه او في البلمونري، كل ما هيقل الايه الاند سيستوليك فوليوم. الارت هيبذل اقصى مجهود عشان يوصل نفس كميه الستروك فوليوم اللي طلعها كل مره، ولكن هيلاقي المقاومه دايما مقابلاه. طيب ده كده كلمه الافتر لود. طيب نيجي لكلمه الكاردياك اندكس عشان برضو الديفينيشنز دي بتبقى مهمه جدا في اسئله الام اس كيو. يعني كله احنا قدامنا 1 2 3 4 4 ام اس كيوز قدامنا. الاماونت ذا اماونت اوف بلاد بامبد اوت اوف ذا فنتركل، شوف الكلام كله ماشي كاني بقول الكاردياك اوت بوت بير مينيت بقى كاردياك اوت بوت، بس هنا قلنا ايه بقى؟ بير سكوير ميتر اوف ذا بودي سيرفيس اريا. يبقى انا من 2.5 الى 4.5 ده المعدل، ده الرينج اللي هو المينيموم والماكسيموم بتاعي، ليتر بير مينيت بير سكوير ميتر. طبعا احنا عشان نبقى ايه ما حدش يقول ده ملي ولا كده، لا احنا ميتر حاطين لها تي بالرغم ان الايه الاختصار طبعا ام سكوير بيبقى خلاص معروف. بودي سيرفيس اريا of adult person 1.73 meter square. خلاص دي المعدلات ودي الديفينيشنز، ضروري جدا نكون عارفينها كويس جدا. طيب بعد الديفينيشن دي برجع نفتكر المعادله القويه، المعادله المشهوره، المعادله التي لا يمكن ان ننساها في الهارت، اللي هي الكاردك اوت بوت يساوي هارت ريت في ستروك فوليوم. طيب هارت ريت في ستروك فوليوم، مين الستروك فوليوم؟ اند دايستوليك فوليوم والاند سيستوليك فوليوم ماينس ايه؟ ماينس طبعا الاند سيستوليك فوليوم هيديني الستروك فوليوم. اذا انا ممكن اجي في الاكزام ممكن نيجي نكتب هنا مكان الهارت ريت اتس هارت ريت، تمام؟ اجي على الستروك فوليوم اكتب اند دايستوليك فوليوم ماينس اند سيستوليك فوليوم. ده وارد جدا تكون دي واحده من الاسئله بتيجي بالشكل ده. طيب جينا اتكلمنا برضو قبل كده على الايه الفاكتورز الافكتنج، ودي بنشوف كده ليه افكتنج الستروك فوليوم. هنلاقي حاجات الايه قدامنا البريلود كونتراكتيليتي افتر لود، تمام؟ هنا عندي ايه الحاكم اللي هي الاستريتشنج. احنا قلنا الستارلينج لو كل ما بيزيد الاستريتشنج كل ما هنا هيبتدي يزيد الايه المايوكاردال كونتراكشن، هيزود ده بعدين هيزيد الاند دايستوليك فوليوم، هيبقى يبقى ده معناه ان الفينوس ريتيرن كان زياده، معناها ان الماسلز هتبتدي تحصل لها ستريتشنج هنا. وايه اللي هيزود الفينوس ريتيرن؟ الماسل كونتراكشن في الماسل في الليجز في الرجلين، الريسبيراتوري بامب او السكشن فروم ذا هارت، ان الهارت بيبقى البريشر بتاعته قليله فالدم اللي خارج من الاورطه بيبقى عالي جدا فالفلو بيبقى قوي في اتجاه الرايت اتريوم، تمام؟ وده اللي هو ممكن بيساعدني. يبقى انا عندي الريسبيراتوري بامب، عندي السكشن اوف ذا كاردياك اللي هو بالبريشر الديكريز البريشر في الرايت اتريوم ممكن يعمل سكشن للبلاد اللي خارجه من الليفت فينتركل. عندي برضو الفينو موتور تون، كل ما يحصل كونتراكشن في الفينز هيساعد ده طبعا على ايه رجوع الدم مباشره الى الانفيريور سوبيريور فينا كافا، ما فوق الدايفرام وما تحت الدايفرام بالنسبه بالترتيب كده ايه للانفيريور والسوبيريور فينا كافا.
طيب هنا الفينو كونستريكشن طبعا ده هيبتدي ايه يعمل الايه يأثر على الفيلينج تايم. كل ما الفيلينج تايم بتاعتنا هتبقى بتزيد الهارت ريت كل ما بيقلل الفيلينج تايم. يعني معناها ايه؟ لو انا حد عنده تاكي كارديا هيبقى عنده ديكريس في التايم اوف فيلينج، وبالتالي هنا البريلود هيتأثر، هيبقى كمية الدم اللي بترجع في الهارت الراجعة للبريلود هتبقى اقل. طيب نيجي للكونتراكتيليتي اللي هي بتبقى ديبندنت مش معتمدة على حاجة، هنا على السمباثيك نيرفس سيستم، الابنفرين والنور ابنفرين والبيتا 1 ريسبتورز، كل ده هيزود الكونتراكشن ويزود الكالسيوم ايه انفلوكس. يبقى هنا الكالسيوم انفلوكس ايه دوره؟ ان هو يدخل فيطول مدة البلاتو فيزود مدة الكونتراكشن، فيزود وجوده بكثرة داخل الجزء اللي من خروجه من الساركومير ومن الاكسترا سيريال فلويد ده المصدر بتاعه، هيزود عندي الايه كمية الكالسيوم اللي تبقى متوفرة، وبالتالي هنا يزود الايه الكونتراكشن. دي من الايونز اللي هي طبعا بتزود الايه الموضوع ده. لو الكالسيوم قل بيقلل الكونتراكتيليتي. من الهرمونز اللي بتزيد برضه ناخد اختصارا ليها كده التي 3 والتي 4، دول بيزودوا sensitivity او number of beta 1 receptors، وبالتالي هنا هيبتدي يزود الايه response of the SA node، وبالتالي يزود الايه المعدل بتاع ضربات القلب. الدراجز زي الديجيتاليس ده بيزود الباور اوف كونتراكشن، يعني لو انتوا واخدين في الفارماكولوجي الديجيتاليس هتلاقي بوزيتيف افكت، الدوبامين بوزيتيف افكت، طبعا دول كلهم بيبتدوا يأثروا على الايه يزودوا المعدل بتاع انقباض القلب، او ان انا عندي طبعا الايه يزود ضربات القلب حسب اللي موجود. او بيتا بلوكرز بتبقى نيجاتيف افكت، كالسيوم تشانلز بلوكرز، طبعا كلمه كالسيوم تشانل بلوكرز يعني قلل دخول الكالسيوم، واحنا لسه بنقول فوق ان الكالسيوم هنا بيزود الكونتراكشن باور اوف كونتراكشن. تمام، يبقى هنا الكالسيوم لما يقل هيبقى بلونه بالريد هيقلل التأثير عليا. طب افتر لود، افتر لود يعني انا بتكلم في المرحلة دي، هنا بتكلم على الاند سيستوليك فوليوم. ايه اللي هيحصل في الاند سيستوليك فوليوم؟ هيبتدي يأثر على الضغط المقاوم لخروج الدم من الفنتريكل، وبالتالي القلب يحتاج ينقبض بقوة جدا عشان يخرج كمية الدم اللي متعود يخرجها او اللي الجسم ايه محتاجها، وبالتالي هأثر على الايه الاند سيستوليك فوليوم. هنا هيبتدي يبقى ليه نيجاتيف افكت على هنا لو عندي الاورتيك فالف في ديس فانكشن. ايه هي الديس فانكشن اللي اتوقعها تكون موجوده في الاورتيك فالف؟ انا الدم لما بيخرج عندي في الاورطه احنا عارفين ان هو ايه هنا الاستيك ارتري، لارج ارتري، الاستيك ارتري في كميه كبيره جدا من الالاستيستي، فبتنتفخ او تبقى استريتشد مع الضغط بتاع الليفت فينتريكل، بتحصل لها دايليتيشن، وبعدين ترجع تعمل ايه كونتراكشن، ترجع تاني تعمل ايه اوتو ريجوليشن لنفسها، فترجع تعمل ايه كونتراكشن. الكونتراكشن دي لما تيجي تحصل طبعا احنا عارفين الاستفاده منها عشان البلسيشن وكده، لكن هنا ايه لو انا عندي ديفكت في الاورتيك فالف يعني في عندي برولابس يعني إيه هنا ارتخاء في الاورتيك فالف، هيبتدي الدم بدل ما بيمشي بس في اتجاه الاورطه والارتريولز ويمشي في اتجاه اللي هو الديسندنج اورطه او في الارش وبعدين ديسندنج اورطه ثوراسيك وابدومينال، لا ده هيبتدي جزء منه يحصل له ايه ريجرجيتيشن يرجع ليه الفنتركل، وبالتالي هنا يعمل لودنج على الايه على الفنتركل للخطوه اللي جايه. هنا كمان الاب لودنج او البري لود لما يجي الدم يرجع هيلاقي اصلا دم موجود في الفنتركل، فابتدي برضه هنا هيأثر على الموضوع ده. طب ده لو في ايه لو في بليك او في اوكلوجن موجوده داخل الايه الاورطه. طب هل ممكن يحصل من حاجه تانية؟ برضه ممكن يحصل من حاجه تانية. نتخيل برضه ان جاي يحصل من الكونتراكشن وراح جاي الفالف اللي هو الاي في فالف برضه كان فيه برولابس ودم كميه من الدم راحت راجعه للايه للاتريوم المقابل للفنتريكل اللي هو عنده فيه البرولابس، برضه ده هيبقى ليه نيجاتيف افكت على الافتر لود، لان الهارت هنا عمل كونتراكشن لكن مش كل القوه توجهت الى السيميليونر فالف، ده السيميليونر فالف كان كويس لكن الاي في فالف كان مش كويس. طبعا ده كله ممكن ايه هيبقى برضه يتاثر، يبقى لو عندي نيجاتيف افكت للبلاد بريشر، يعني لو واحد ضغطه الدم عادي 120 على 80
الاقي الستروك فوليوم عاديه بتخرج بمنتهى السلاسه مع القوه العاديه المعتمده. لكن لو واحد مثلا ضغط وصل، انا جيت بقيسه لقيته 170 على 80، 170 على 90، معناها ان السيستوليك بريشر عالي، معناها ان في امبيدنس في الاورطه، معناها ان في ريزيستنس في الاورطه، معناها ان في ارتيريوسكلروزس او اثيروما موجوده في الاورطه، او اي ديزيز عامل مشكله في الوول بتاع الاورطه ما بيخلوش يعمل ديستنشن، فما بيدينيش السيستول والدايستول اللي انا متعود عليها، ما بيدينيش اللامينر فلو اوف بلاد، بيديهولي تربلنت، يعني بيعمل لي مشاكل متعدده، وبالتالي هنا هيزود البلاد بريشر، وبالتالي هنا هيزود الايه الاند سيستوليك، الاند سيستوليك فوليوم هيأثر عليه ويقلل كمية الستروك فوليوم. هنا يبقى الستروك فوليوم هنا حصل فيه مشكلة، لأن بعد كده طبعا الهارت هيبتدي يعمل كومبنسيشن، يحاول بكل طريقة عنده إنه يزود الكونتراكشن عشان يضخ الدم إيه للمكان اللي هو عايز يطلعه فيه. وده طبعا اللي احنا بنقول عليه زي الايه العلاقة بين التيب اند سينك، التيب والتيوب والسينك. يعني انا لو جبت حنفية وركبت فيها خرطوم وقفلته، قفلت يعني ربطت كويس جدا على الخرطوم اللي خارج من الحنفية دي، وجيت بعد الخرطوم مثلا بربع متر ولا حاجة ورحت قافل الخرطوم ده وفتحت المية على الاخر، هلاقي الاول ايه المية ما خرجتش تمام، والمية هتيجي ترجع، فهلاقي بعد كده الخرطوم ده اتنفخ. لو الخرطوم إلاستيك هيبتدي يتنفخ وممكن يحصل له ايه رابشر، او ان الخرطوم ده يكون سترونج انف ان هو المية ما يحصلهاش، طبعا عمرها ما هترجع في المواسير اللي جاية بعد ما نزلت، بعد ما انت فتحت الحنفية تلاقي الضغط جاي قوي جدا انت ما تقدرش تقاوم، وتلاقي فيه جش اوف ووتر طالع زي الايه الصاروخ من الايه من الحنفيه اللي انت او من الخرطوم اللي انت كنت ماسكه تمام. انا هنا برضو لما باجي ابص بقى عشان نلخص الموضوع ده هنلاقيه قدامنا بالشكل ده، يحصل هنا زياده فين بريلود، ديكريس فين في البريلود، يبقى انا ببص على الزياده او النقصان في البريلود، ريزد ديو تو لورد ديو تو، ونبص كده عشان دي ملخصها ومبينه لي كل حاجه بالايه يعني بالنقاط، بريلود كونتراكتيليتي افتر لود اللي هي الفاكتورز افكتنج الستروك فوليوم. عندي هنا الفاست فيلينج تايم، طبعا هنا كل ما هنا بيبقى الفيلينج تايم سريع فطبعا هنا هيزود عندي البريلود، انكريز الفينوس ريتيرن، زود الفينوس ريتيرن، انكريز اند دايستوليك فوليوم، يبقى هنا اي حاجه تزود الاند دايستوليك فوليوم ان شاء الله هتزود معايا الايه الاستروك فوليوم. طيب نيجي ايه اللي بيقللها، ديكريز الثايرويد هرمون، احنا قلنا الثايرويد هرمون بيزود السنسيتيفيتي اوف اس اي نود، ويزود كمان الكونتراكتيليتي، وبيبقى معاه اعراض بتظهر مع حاله الثايروتوكسيكوزيس او انكريز للثايرويد هرمون، انه بيبقى معاها زياده في البلاد بريشر وانكريز في الهارت ريت، يعني بيبقى عندي الاثنين انكريز هارت ريت وانكريز الايه، بيبقى عندي تاكيكارديا وعندي كمان هايبر تنشن. طيب عندي الديكريز في الكالسيوم ايونز، هنا طبعا قلل الكالسيوم ايونز قلل الكونتراكتيليتي، وكمان هنا برضو بالنسبه بقى، طب انا لسه ما اتكلمتش على الكونتراكتيليتي، لكن انا هنا ابص الاقي ايه على الافكت عليها على الايه الكونتراكشن بتاعت الاتريوم، هنا الاتريوم برضه بيعمل كونتراكشن عشان يكمل ال 30% بعد ما دخل الايه السبونتينيوسلي 70% اللي دخلوا في الاول. تلاقي مثلا هاي اند لو بوتاسيوم ايونز اللي هي هايبو هايبر كاليميا، هاي اند لو صوديوم ممكن برضه يأثروا عندي على الجزء ده، لو بودي تمبريتشر، كل ما بيقل البودي تمبريتشر بتقل عندي الايه البلسيشن، بيعمل عندي ان فينو كونستريكشن تمام، فبيقلل البلاد اللي راجع لي الهارت، هايبوكسيا برضه، الهايبوكسيا برضه هنا هتعمل عندي ايه، ممكن تعمل بولينج للبلاد قبل الايه قبل الهارت، فبرضه كميه الدم اللي راجعه هنا هتقل. في الاخر خالص انا عايز اقول ان انا هقلل الاند ديستوليك فوليوم وبالتالي هقلل الستروك فوليوم. طبعا ابنورمال بي اتش عندي، ممكن يبقى عندي هنا شويه اسيدوزيس تمام، عندي في او الكالوزيس اكتر حاجه تاثر، طبعا الاسيدوزيس برضو ممكن تزود عندي تعمل عندي هايبر فنتليشن،
فتزود عندي السكشن، لكن هنا هيبقى عندي هنا ممكن الابنورمال بي اتش بالانس، والدراجز زي الكالسيوم شانل بلوكرز، يعني اللي هي وات ايفر ايه هو الدواء اللي هو هيقلل الكالسيوم او هيقلل الثيرويد هرمون. تمام، هيقلل الثيرويد هرمون. يبقى هنا لما يقل الثيرويد هرمون، احنا قلنا الثيرويد تاثيره كان بيزود كذا بيزود كذا بيزود كذا. طب لما يقل يحصل معايا، يحصل معاه هايبوتنشن، ويحصل معاه ديكريز السنسيتيفيتي بتاعت الاس اي نود، وبالتالي يقل الكونتراكتيليتي الموجوده. طيب نيجي هنا برضو على الكونتراكتيليتي، او خلينا نروح للافتر لود مباشره. افتر لود انكريز الفاسكولار ريزيستنس، اي ريزيستنس موجوده في الاورطه او في البلمونري ارتري على طول هتبتدي تدينا المشكله دي، او ريجيرجيتيشن في السيميليونر فالف. يعني ايه ريجيرجيتيشن؟ يعني ارتجاع، ريجيرجيتيشن ارتجاع في السيميليونر فالف. المفروض ان السيميليونر فالف ده حاكم ويقفل ويعمل عندي السكند هارت ساوند، فلما الدم بيخرج في الاورطه يجي يرجع يملى الايه؟ يملى الكابس بتاعه السيميليونر فالف، ما يرجعش للفنتركل. لكن احنا في الحاله دي بنلاقيه ان هو يرجع الى الفنتركل. خلوا بالنا ان هو برضو كمان بيعمل مشكله. انا هنا لما يحصل الريجرجيتيشن دي، يعني الدايستول قل، يعني ايه اللي حصل؟ هاي اللي حصل يا جماعه هنا، اللي هيحصل هنا ان انا حتى الدم اللي رايح لعضله القلب هيقل، لان انا بحصل على الدم من خلال الكورونري ارتريز ديورينج الدايستول. فلو حصل مشكله في الدايستول معناها ان الكاردياك ماسل مش هتحصل على الدم بشكل كويس. انا لكل 100 جرام بخش بيدخل عندي 80 مللي، كل 100 جرام في عضله القلب بيدخل 80 مللي، فاحنا بنقول الافريج بتاع عضله القلب تقريبا 300 جرام تقريبا في الادلت بتبقى كده. فمعناها ان انا بيخش لي ايه 8 80 في 300، بيخش عندي ايه 240 مللي، اللي هي مثلا ممكن نقول 250 مللي، نحسبها نلاقي 5% من الايه من الكاردياك اوتبوت. ده كله المفروض يخش عندي في الكورونرز، اللي هي سبلاينج الاكسجين للكاردياك ماسل. انا بستخدم من الاكسجين ده 70 او 80%، ففي الحاله دي انا هحتاج اكسجين اكتر. هيبتدي يحصل عندي، ممكن يحصل عندي اسكيميا، ممكن يحصل عندي ستروك، ممكن يحصل عندي بايكاردير انفاركشن. يعني هنا يحصل ايه؟ اسكيميا في الكاردياك ماسل. طيب هنا ممكن ده كمان ده في الافتر لود، هنا ممكن يحصل عندي ديكريز الفاسكولار ريزيستنس. لو قل الفاسكولار ريزيستنس ايه اللي هيحصل؟ هنا هيحصل ديكريز في الاند دايستوليك اند سيستوليك فوليوم، وبالتالي هيحصل هنا انكريز في الستروك فوليوم، هيزيد الستروك فوليوم في حاله الايه؟ ان يحصل نقص في كمية الدم اللي اتبقت بعد الايه؟ يعني معناها ديكريس في الاند سيستوليك فوليوم، ده معناها ان هنا كمية الدم اللي خارجة كانت كبيرة في الاستروك فوليوم، معناها ان ممكن البلاد بريشر هنا يبقى ايه؟ يبقى هنا زيادة. طيب هنا الكونتراكتيليتي، في الغالب بتبقى ايه؟ بتتأثر هي حاجات كلها انترنسك داخل عضله القلب. عضله القلب بتاثر بمين؟ بالسمباثاتيك والابنفرين والهاي انترا سيلولار كالسيوم والهاي بلاد كالسيوم كله، سواء اكسترا سيلولار او اللي هو ده اللي هو البلاد كالسيوم، او ده الاكسترا سيلولار اللي جاي من بره من السوليوشن من بره، او انترا سيلولار داخل الساركومير، الاثنين يتاثروا بيبقوا عاليين هيزودوا الكونتراكتيليتي. مع الثيرويد هرمون يزود الكونتراكتيليتي، مع الجلوكاجون يزود الكونتراكتيليتي. هنا يحصل ايه؟ ديكريز في الاند سيستوليك فوليوم. هنا شوفوا هنا ديكريز في الاند سيستوليك فوليوم، معناها انكريز في الستروك فوليوم. ليه؟ لان انا بقول اند دايستوليك فوليوم ماينس الاند سيستوليك فوليوم، والاند سيستوليك فوليوم كان قليل، معناها ان الكميه الناتج بتاعي هيبقى كبير اللي هو يساوي الستروك فوليوم. طب الباراسمباثيك هنا هيشتغل على ايه؟ هيشتغل على الابنفرين والنور ابنفرين ولا ايه؟ ولا بيشتغل على الاستايل كولين؟ بيشتغل على الاستايل كولين. طب هو بيعمل ايه هنا في الجزء ده؟ بيعمل تاثير على برضو الايه الكونتراكتيليتي، على النمبر اوف هارت كونتراكشن، على ايه؟ ياثر برضو معايا في الهايبوكسيا، ياثر في الهايبركاليميا. كل ما بتزيد البوتاسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد، بيبتدي هنا بقى افيلابل انه يدخل يعمل ايه؟ سبريشن للصوديوم، وبالتالي يقلل الايه النمبر اوف بلسيشنز اللي طالعه من الاس اي نود، وهنا هيبتدي يقلل الايه الكونتراكشن، او يقلل الهارت ريت، او يقلل الاكشن بوتنشال اوف ذا اس اي نود.
الافيلابيلتي دي كلها والحاجات دي كلها هتاثر على الكونتراكتيلتي. يبقى انا عندي هنا دي العوامل اللي ظاهره قدامي. طيب نيجي للهارت ريت، انا عندي انا سيف ما عنديش اي مشكله طول ما الهارت ريت من 60 ل 150. طول ما انا من 60 ل 150 الهارت ريت هنا ما بيعملش اي تاثير لانه ما بيأثرش على التايم بتاع الدايسو. يبقى انا افهم من هنا ايه؟ ان انا ببص على الـ 0.5 مللي سكند اللي هي سوري الـ 0.5 سكند اللي هي زمن الدايستول. لو دي ما تاثرتش يبقى ايه الحاجه اللي انا بتكلم عليها ما بتاثرش على الهارت كونتراكشن او المعدل بتاع الهارت ريت. انا عندي من 60 ل 150 لقينا ان مفيش تاثير على التايم بتاع الدايستول. تيجي اباف بقى ال 150 هنا اكستريم، بلو ال 50 لقينا اكستريم. يبقى هنا في هنا ايه حاله خلل زايد. بيعمل ايه بقى هنا؟ العدد الضربات القلب فوق ال 150 نو تايم، نو تايم هنا فور ايه؟ فور دايستول. وبالتالي عندي مشكلتين، لا الاكسجين هيخش الكورونرز يعني ما السبلاينج بتاع الدم للكورونرز هيقل، وكمان عندي المشكله بتاعت اللي هي ايه ان الدايستول هنا حصل فيه المشكله دي، فالدايستول تايم بيكون فيري شورت يعني ما بيقول مثلا هيقل اكتر طبعا من السيستول، هيقل اكتر من السيستول، وهو هنا اللي بيحضر الاند دايستوليك فوليوم، هو اللي انا بعتمد عليه في تجميع الدم في الاند دايستوليك فوليوم. نفس الكلام بيحصل لو هو اقل من 50، باخد تايم طويل قوي عشان احضر الموضوع ده. هل ده بينطبق مع الاكسرسايز؟ لا ما بينطبق، ما ينطبقش مع الاكسرسايز، لان في هنا عوامل اخرى بتدخل اللي هو اللوكال، اللوكال هرمونال افكت من الهارت نفسه، والكونتراكتيليتي اوف ذا هارت بيبقى مع الاكسرسايز مع التريننج الريجولر مع الاستعداد بتاع النيرفس سيستم، بنلاقي في الاكسرسايز بتبقى ما بيحصلش الكلام ده. طب نيجي هنا على التاثير بتاع الهارت ريت، هو متقسم عشان نبقى عارفينه، يعني ان هو اكتر من 100 بيبقى تاكي كارديا، اقل من 60 بيبقى برادي كارديا. ايه اللي بيأثر عندنا؟ طبعا عندنا في الفيتس والانفانت، الارقام مش مطلوب مننا نحسبها، ولكن عشان يبقى عندنا تصور على شكل الضربات او شكل الايه التغيرات اللي هي ممكن ايه تحصل. طبعا كلمه انديورنس اكتيفيتي اللي هو بيبقى تمرينات فيها تحمل، يعني في تمرينات تحمل قوي جدا طبعا بتزود الاستروك فوليوم وبتقلل الهارت ريت. ليه يا جماعه؟ ليه بيحصل كده مع الرياضه؟ يعني دي بالذات عشان كان حد من الزملاء سالني عليها، عشان احنا هنا مع الرياضه العضله القلب بيحصل لها تريننج، بيحصل لها هايبيتروفي او زياده في الحجم بما يتناسب مع التريننج اللي بيحصل، وبالتالي بيبقى الكونتراكتيليتي هنا قويه، ويبتدي انها تعمل نفس التاثير بتاعها بالكونتراكشن العادي في التايم العادي اللي موجود عندنا، بالرغم ان ضربات القلب تبقى قليله، يعني بتبذل اقل، يعني اللي هو زي ما تقول ايه بيكسب اللي هو عايزه باقل مجهود. ليه؟ لانه عنده طاقه عاليه جدا. بعض الدراجز ممكن تعمل تاكي كارديا لو هي بتعمل ايه استيميليشن للجزء بتاع الاس اي نود، او بتعمل سبريشن للباراسمباثيك، يعني لو قلنا باراسمباسو ليتيك مثلا حصل ليها مثلا زي ما بيجوا مثلا في بعض الناس بتاخد اتروبين في حالات مثلا واحد عنده مغص بيروح ياخد حقنه اتروبين، بلاقي ان لازم واحنا في الامرجنسي روم لازم نتابع الكاردياك ايه كونتراكتيليتي بتاع او الهارت ريت بتاعته، لازم نشوف الهارت ريت بتاعته. ليه؟ لان بنلاقي الهارت ريت عنده بيزيد وبيحصل له ايه فيرست، تلاقي الشخص ده عطش ليه ونشف، وتلاقي ضربات قلبه زادت، وكمان يحصل له ميدرييزس، يعني بيحصل الايه الافكت بتاع السمباثيك. هلاقي هنا كانها سمباسو ايه مايميتك، كانها سمباسو مايميتك يعني تقلد السمباثيك، والسمباسو ليتك اللي هي تعكس الانتاجونست يعني ضد الايه السمباثيك. في برضه عند الانكزايتي ممكن توصلني طبعا للتاكيكارديا، نيرفس سيستم اريتيشن او يعني يحصل اي ستيميليشن للنيرفس سيستم زي الايموشنال ستريس هتبتدي تزود عندي ضربات القلب. ايه البادي بيلت ممكن ياثر ازاي؟ عندي في البادي بيلت التول بيرسون ها بيبقى عنده سلور هارت ريت. يعني احنا ممكن نيجي السؤال ازاي في الجزء ده ان احنا نيجي نقول ايه كونسيرنينج ذا هارت بيت، هنلاقي ايه مثلا تول بيرسون يوجوالي هاف سلور هارت ريت ذان شورت وان. يبقى ممكن الجمله لو انا عايز اخليها هي الاجابه هحطها زي ما هي، لو انا عايز اعكس الاجابه هقول ان الشورت وان
بيبقى عنده السلور هارت ريت يعني بالشكل ده. مثلا هاجي اقول برضو من الجمل مثلا one of the following is true about the heart rate، مثلا زي ايه increase one فهرنهايت increase in heart rate 10 beat per minute. احنا ممكن نروح مغيرينها عاملينها increase one degree in centigrade، هتخلي البيت تبقى هنا مثلا 10 بير مينت، وهي لا المفروض تكون الفهرنهايت مش الايه السنتيجريد. السنتيجريد بتزود 15 والفهرنهايت طب بتزود بتخلي 10 درجات زياده. يعني انت درجه حرارتك 37 مثلا، وقلنا 37.8 طبعا هي النورمال، لو قلنا 37.8 لقينا درجه حرارتك بقت 38.2 اتوقع الايه البالس بتاعك بدل ما كان 90 يبقى 105 مثلا. تمام. البلاد فوليوم برضو بإكسسيف بلاد لوس كوز انكريز ان هارت ريت. ليه يا جماعه كده؟ ليه في الشوك ان ذا شوك، لو حصل شوك هيحصل ايه؟ لوس اوف بلاد او لوس اوف ووتر. احنا زي ما اتفقنا سابقا كذا مره بنقولها ان انا عندي الكومبوننت بتاعت البلاد عندي 55% بلازما و45% ايه سيلز. ال 55% بلازما دول فيهم 99% ووتر. لو واحد حصل له loss of blood يعني خسر مثلا لتر دم في حادثه او كده، فيحصل له hypotension يعني decrease في blood pressure، وبالتالي يحصل له ايه increase في heart rate، او يخسر الميه اللي في جسمه عن طريق الايه الفوميتنج او الدايريه. لو حصل خسر الميه عن طريق ده يحصل عنده dehydration، يقل الميه اللي موجوده، يحصل shifting للblood سوري للووتر الى الخلايا، وتبقى هنا البلاد فوليوم حجمه بيقل، وبالتالي يحصل اسكيميا في الكيدنيز، يحصل ديكريز في البلاد بريشر، يؤدي الى ايه انكريز في الهارت ريت. ولكن طبعا كله بيبقى ويذن ليميت. وزي ما اتكلمنا على بعض الادويه زي الاتروبين النور ابنفرين ثيروكسين، كل دول يا اما سمباسو مايميتك يا اما سمباسو ليتك يا اما بارا سمباسو مايميتك وبارا سمباسو ليتك، وان شاء الله تاخدوا ديتيلز دي مع زملائنا في الايه في الفارماكولوجي. طب احنا عندنا هنا ايه برضو يعني ممكن نجمعهم كده في جدول لطيف كده بالنسبه للهارت ريت. هنلاقي عندنا الكارديو ريجولاريتي، الكارديو ريجولاريتي ريجن او الكارديو والبروبريسبتورز بتاثر ازاي، الكيمو ريسبتورز بتاثر ازاي، البارو ريسبتورز بتاثر ازاي. طبعا هنلاقي هنا ايه اللي بيعملوه هنا اصلا، هنلاقي الجزء اللي هو السنتر بتاعنا بيبقى ريليز اوف نور ابينفرين فروم ذا سمباثيك نيرف اندنجز، الحته اللي فيها الار فبيزود الايه الكونتراكتيليتي فيزود الهارت ريت. طيب لو ريليز الاستايل كولين بيعمل لوكال افكت اوف ذا استايل كولين هرمونال افكت، يعمل عندي ايه ديكريز في الهارت ريت. طب نيجي للبروبريسبتورز، دي اللي هي بتبقى موجوده في اماكن مثلا زي الركبتين كده، دول بيدلوا على ان الشخص ده هيبتدي يعمل اكسرسايز، فيبتدي يحصل هنا عندنا ايه هايبر فنتيليشن زياده في عدد مرات التنفس، وكمان يحصل معاها انكريز في الهارت ريت. طبعا لو انا ابتديت اعمل استريح واقعد ما بتحركش في الريكفري تايم يعني اللي هي حاله الاستشفاء بعد ما الواحد يلعب مباراه كوره ولا حاجه بيسموها ريكفري تايم، بيبتدي تلاقي ايه يحصل ديكريز. يبقى برضو انا بركز ايه اللي بيزود وايه اللي بيقل. طبعا ابسط طريقه ان انا اعرف واحده منهم مين اللي بيزود، اكيد عكسها هيبقى هو اللي بيقلل الجزء ده. طبعا الكيمو ريسبتورز ديكريز الاكسجين ساتوريشن، واحنا قلنا الكلام ده سابقا شرحناه قبل كده ولكن نقوله تاني، ان انا لو حصل عندي ديكريز في الاكسجين ساتوريشن حصل انكريز في الكربون دايوكسيد، انكريز في الهيدروجين ايونز، بقى عامل لي اسيدوزس لاكتيك اسيد اسيدوزس، يبقى الاكسجين والحاجات دي هتاثر على الايه الكارد الاورتيك بادي الاورتيك بادي والكاروتيد بادي، دول هياثروا عليهم، فيبتدي هنا اول ما يحصل ديكريس في الاكسجين على طول لازم ازود الهارت ريت عشان اعوض الديكريس ده وما يحصليش حاله نقص للاكسجين سبلاي تو ذا تيشوز. طب البارو ريسبتورز قلنا برضو الضغط الدم بتاعنا لما يبتدي يقل، انا عندي هنا في معدلات ببتدي احافظ عليها، اول برضو ما يبتدي يقل عن 60 على طول الحق اقول ايه الحق لو سمحت حصل فولينج في البلاد بريشر لان حصل معايا كمان تاكي كارديا، برضو لو زاد البلاد بريشر هيحصل معايا ديكريز في الايه الهارت ريت، وده لازم يبقى عمليه يعني متزامنه مع بعضها. الليمبيك سيستم وهو مسؤول بيبقى فيه السنترز اللي هي ايموشنال، طبعا لو واحد هتخاف حصل انكزايتي
طبعا على طول بيحصل انكريز في الهارت ريت، واحنا طبعا فاكرين السمباثاتيك نيرفس سيستم والباراسمباثاتيك، هنا ده سمباثاتيك وده باراسمباثاتيك. قلنا السمباثاتيك بيشتغل في حالات الانكزايتي، حالات الاسترس، ليه سميناه سمباثاتيك برضو؟ عشان الايموشنال سمباثي يعني التعاطف، لو في تعاطف في يعني هنا استجابه نفسيه ايموشنال، هيبقى مع السمباثاتيك. الباراسمباثاتيك هو ايه الجزء اللي لو احنا بنحسب بنقول عليه باراسمباثاتيك ليه؟ لان احنا عندنا السمباثاتيك هو الموجود عندنا مثلا تراكو ولامبر، ولكن بنلاقي الباراسمباثاتيك بيبقى كرينيو سيكرال، بيخرج طبعا مع النيرف نمبر 10 و9 و73 لما كنا قلنا عشان نفتكرها دايما بموعد او السنه اللي حصلت فيها حرب اكتوبر 1973. دي اللي هي النيرفز اللي بيخرج معاها بارا سمباثاتيك، هي كرينيال نيرفز، هي اعصاب دماغيه وبيخرج مصاحب ليها بارا سمباثاتيك. وعندنا الجزء الثاني اللي بيطلع منه بارا سمباثاتيك اللي هو ايه السيكرال، فهنلاقي ايه محيط بالايه بالجزء اللي هو الثراكو لامبر، يعني الثراكو لامبر ده في النص، ده اللي منه السمباثاتيك، والبارا بتاعه خارج اطار السمباثاتيك موجود البارا سمباثاتيك اللي هو كرينيو سيكرال، ده سبب التسميه بتاعته. وسمباثي جاي مع سمباثاتيك، فعشان دول برضو ايه مدركين للكلام ده. يعني الكاتيكولامينز زي النور ابنفرين والابنفرين، ومينلي النور ابنفرين هو اللي بيبقى له التاثير الاقوى. الثيروكسين زي ما قلنا، الثيروتوكسيكوزيس والهايبوثايروديزم، الثيروتوكسيكوزيس يا جماعه بيبقى معاها انتوليرانس تو هيت، يعني الشخص ما بيقدرش يستحمل الحراره، الشخص بيبقى عنده انكريز في الهارت ريت، الشخص بيبقى عنده هايبر تنشن، الشخص بيبقى عنده ايه قدره على الاكل اكتر من مره لان الميتابوليك ريت عنده عالي، تمام؟ كل ده وبيحصل عنده هيت برودكشن، عشان كده هو ما بيستحملش الايه الحراره، تلاقيه في الشتاء ولابس لبس خفيف، ليه؟ لان هو بيطلع طاقه اكتر من الطبيعي. اما بتاع الهايبوثيروديزم فهو العكس تماما، الهايبوثيروديزم بيبقى عنده ايه انتوليرانس تو كولد، يعني ما بيستحملش البرد، تلاقي انت في الجو الصيف او جو ربيع وتلاقيه هو لابس جاكيت، تلاقي عنده ديبوزيشن اوف فات في ايه في اللور ليم او في الترانك، تمام؟ هتلاقي عنده ايه برادي كارديا، تلاقي عنده سلو رياكشن، تلاقي يعني انت كده تبقى قاعد متعفرض وبتتنطط ومتنرفز وتلاقي هو يقول لك ايوه في ايه، يعني ايه اللي حصل لك كده، يعني تلاقي ايه الريسبونس بتاعه هادي، وكم منا يتمنى ان يكون ايه هايبوثايروديزم يعني. بس طبعا الديزيز ليه تمن، ولكن الواحد يتمنى ان هو يكون اعصابه هاديه زي بتوع الهايبوثيروديزم، ولكن بدون ان يكون عنده هايبوثيروديزم، لانه بيبقى مشاكله كتير زي كده، يحصل ديكريس في الهارت ريت، يحصل انتولرنس تو كولد، تلاقي الواحد خامل، حركته بطيئه، الريسبونس بتاعه بطيء. لو جينا للصوديوم مثلا هنلاقي الهايبوناتريميا، ونركز جدا هايبوناتريميا يعني ما حصلش اكشن بوتنشال، تمام؟ ما حصلش اكشن بوتنشال، سواء كان الجزء اللي هو البري بوتنشال بتاع الاس نود او الابستروك او الجزء اللي هو الاول اللي فيه الديبولاريزيشن بتاع الايه بتاع الاتريوم والفنتركل والبركنج فايبرز، دول بيعتمدوا على الايه على الصوديوم. ولكن هنا طبعا احنا بنتكلم على الجزء اللي هو بالذات عند النودل، النودل طالما ما فيش بوتاسيوم كتير هتلاقي النمبر ايه بتاع الـ او يعني الاستيميليشن بتاعت الاس نود هتلاقيها بطيئه، فبالتالي الهايبوناتريميا هنا هتلاقي ايه ليها تاثير يحصل بعديها الايه الايفكت بتاعي على الهارت ريت. الهايبر ناتريميا هلاقي برضو يحصل معاها ديكريز في الهارت ريت. طيب نيجي للايه هايبوكاليميا، نقص في يعني نقص في البوتاسيوم، وبالتالي ما فيش في الفاني كارنت دخول للبوتاسيوم مع الصوديوم، وبالتالي الصوديوم بيبقى له الابر هاند، وبالتالي بيبتدي يعمل ايه استيميليشن اللي هي النورمال او اكتر من النورمال كمان، فيحصل عندي انكريز في الهارت ريت. طب الهايبركاليميا هلاقي عندي ايه الهايبركاليميا بيبقى ايه انكريز في الهايبركاليميا، ده بيؤدي الى طبعا زي الحاله بالظبط بتاعت الليثال دوز اوف هايبر اوف بوتاسيوم اللي بيعدموا بيها الناس، ان انا لو حقنته بنسبه كبيره فيحصل انفلوكس
مع ال ما يحصلش اوت فلاكس، يحصل انفلاكس بكميه كبيره او تراكمه داخل في الاكسترا سيلولر يقلل عمليه الاوت فلاكس، فبالتالي هنا بيبتدي يقلل الهارت ريت. طب الكالسيوم، هايبر كالسيميا، هايبر كالسيميا كل ما زاد الكالسيوم، وده اللي احنا بنخلينا ندي الانجكشن بتاعت الكالسيوم ببطء شديد، وهنا هايبو كالسيميا هيبتدي يعمل عندي ديكريز في الكونتراكشن اوف ذا هارت، وبالتالي وحتى بيقلل الباور اوف كونتراكشن، يعني بيقلل الكونتراكتيليتي، وهنا ده بيزود الكونتراكتيليتي. عندي في الفيفر زي ما اتفقنا مع الفهرنهايت والسنتيجريد بيحصل تغير بالترتيب كده 10 10 بيتس او 15 بيتس بير مينيت في الاثنين، الهايبوثيرميا تعمل الايه العكس، لان بيحصل عندنا فينو او فازو كونستريكشن، سوري فازو كونستريكشن، فبيبقى هنا عندي كولد اكستريميتيز وبالتالي بتقلل الهارت ريت. طبعا ده الشكل اللي هو ايه، واحد وهو بيذاكر كده ممكن يرسم الرسمه دي فيكتب جنبيها الايه بوزيتيف ونيجاتيف، وسهل جدا ان احنا نوصل لها، هو نفس الكلام ولكن متلخص بالشكل الايه السهل اللي قدامنا. تمام، نيجي بقى هنا عندنا للفاكتورز افكتنج الكاردياك اوت بوت، لو جينا نجمعها في تو دايجرامز، انا عندي الاستروك فوليوم، البري لود تاثيره عالي جدا اكوردنج لستارلينج لو، والافتر لود بيأثر بالنيجاتيف، الانتروبيك اللي هو الكونتراكتيليتي نوت ريليتد افتر اور بري لود، يعني هي ما بيحصلهاش ديبندنسي لكن هي بتديبند اون سمباثيتك. طيب بالنسبه للهارت ريت قلنا من 60 ل 150 باش تاثير، زي ما جمعنا جمعها تاني الديكريز الهارت ريت، انكريز الهارت ريت ليس ذان 60، هنا طبعا هنلاقي ايه التغيرات اللي بتحصل تدريجيا. طب الفينس ريتيرن هو تجميع كل ما زاد البري لود هيزيد الاند دايستوليك فوليوم، هيزيد الايه الارتيريال بلاد بريشر، بوش مور بلاد هنا بينكريز الكاردياك اوت بوت. ايه الفسيولوجيكال فاكتورز اللي تافكت الكاردياك اوت بوت؟ هنلاقيهم بمنتهى السهوله ممكن احنا نلخصهم. الايدج الكاردياك اوت بوت بيبقى ليس ان تشيلدرن عشان طبعا ليس بلاد فوليوم، والكاردياك اندكس بتاعهم مور ذان ذات ان ادلت، وبالتالي هنا ليس بودي سيرفيس. تمام، فيحصل هنا عندي التاثير بتاع الايدج زي ما ظهر عندنا، ما هو ممكن يبقى ماشي مع الايه التغيرات اللي بتحصل في الستروك فوليوم او في الهارت ريت. الجندر سواء كان عندي ميل او فيميل، الكاردياك اوت بوت بيبقى ليس في الفيميلز ذان ميلز، وطبعا ده بيبقى ليه علاقه بالايه بالكاردياك اندكس في الميل، وبالتالي هنا الليس بودي سيرفيس بتاعتنا بيبتدي يتغير عندي النسب اللي احنا بنشوفها. البادي بيلت برضو زي ما اتكلمنا بالنسبه للهارت ريت هي نفس الشكل. الدايورنال فاريشن الكارديك اوت بوت بيبقى لو ان ايرلي مورنينج، دي بقى النقطه اللي احنا عايزين نعرفها، انكريز ان ذا تايم يعني اون ذا تايم اند ذا داي تايم، يعني انا اول بصحى طبعا اول ما انام بيبتدي يقل تدريجيا او ما بيتاثرش قوي، سليب ما بيأثرش بنسبه كبيره عليا، اول ما بصحى الاول بيحصل لو ان ايرلي مورنينج، يعني الحركه اللي هي من حركه من السيت من السليبنج للسيتنج هي نفس التغير بتاع البوزيشن يعني، وبعدين بعد كده على طول مباشرة مجرد ان الواحد بدأ يتحرك على طول بيحصل انكريز في اليوم. الانفايرومنتال تمبريتشر تأثيرها ازاي؟ انكريز التمبريتشر اباف 30 طبعا بترفع الايه الكاردياك اوت. طب ايموشنال متزود من 50 ل 100% ممكن يحصل لو واحد اتعرض لستريس جامد جدا بعد الاكل او ديورنج ايتينج، يعني بتلاقي طبعا هنا بيحصل تغير اللي هي ايه انكريز للكاردك اوتبوت 30% عشان يبتدي سبلاي بلاد لاماكن اللي انا هستخدم سواء كانت البلع او المضغه او الهضم او كده، بلاقي الكاردك اوتبوت بيزيد عشان الافرازات تزيد والتاثير بتاع الجي اي تي موتيليتي وكده. الاكسرسايز برضو هنا بيزيد حوالي 700%، ممكن اوصل ل 700% طبعا ديورنج الاكسرسايز. في الهاي التيتيود طبعا طالما طلعت ايه فوق سطح البحر معناها ان الضغط الجوي بيقل، معناها ان حصولي على الاكسجين هتبقى اقل، معناها ان في اسيدوزيس او هايبوكسيا، هنا هيبقى في لاك اوف اكسجين، وبالتالي هيبتدي يحصل عندي في الهاي التيتيود الكارديك اوتبوت بيحصل لها انها تزيد، لان بيزيد الاسيدوزيس، لان بيزيد الاسيدوزيس وبيقل الاكسجين وبيقل الضغط الجوي. تمام،
البوستشر بتاعنا while changing from recumbent من النوم الى upright position هيحصل decrease في الكارديك اوتبوت بنسبه كام؟ من 25 ل 30%، وده بنتيجه البولينج بتاع البلود في اللور limb. يعني انا لو قمت فجاه مره واحده هلاقي نفسي دخت، ده دليل ايه؟ ان الدم وانا نايم هنقول متوزع توزيع عادل، تمام؟ يعني رجليا فيها نفس النسبه اللي في دماغي، اللي في بطني، اللي في ايدي، اللي في صدري كده. اول ما اقعد مره واحده هلاقي الدم يحصل له ايه؟ دروب تحت. ليه؟ لانه بدا تاثير الجرافيتي عليه، فمش هيرجع بسهوله، يحصل عندي بولينج، يحصل يقل الدم اللي رايح على دماغي على البرين، هيبتدي يحصل لي الدوخه في الاول. والبريجننسي بيحصل هنا بقى ايه؟ يعني اكستنشن او ديستنشن للكابيلاريز وكده، وبالتالي هنا بيحصل عندي في الشهور الاخرانيه بيبتدي يحصل عندي بيحصل زياده في الكاردياك اوتبوت، لان بيزيد في في البلاد فوليوم. ها بيبتدي يزيد البلاد فوليوم، يزيد البلاد بريشر، وتزيد الكارديك اوتبوت مع الحمل. هنا برضو جمعناهم تاني عشان يبقى قدام عينينا نبص عليهم، وطبعا حضراتكم تراجعوهم لان هي المعادله الثابته اللي في دماغي، اللي هي دايما لازم اكون عارف كده الستروك فوليوم اند ديستوليك فوليوم ماينس اند سيستوليك فوليوم في الهارت ريت يديني الكارديك اوتبوت. الستروك فوليوم بيتاثر مينلي اكتر حاجه ايه؟ بري لود، كونتراكتيليتي، افتر لود، دول اهم حاجه تكون في دماغنا. الناحيه الثانيه الاوتونوميك انرفيشن، الهرمونز اللي هي ريليتد للاوتونوميك انرفيشن، تمام؟ هو ده اللي احنا هنلاقيه. طيب في حاجه اسمها ايجكشن فراكشن، يعني هنا بنحسب بيها كفاءه عضله القلب، اللي هي ايه؟ ايجكشن فراكشن از ذا فراكشن اوف اند دايستوليك فوليوم that is ejected out by each ventricle. هو احنا كده دلوقتي كل ventricle بيطلع عند بيبقى عنده كمية دم رجعت له وطلع stroke volume، وعنده ايه؟ وعنده اللي هي كمية الدم اللي هو هيتصرف معاها، يعني ايه اللي هيطلعه. فبنيجي نقسم الستروك فوليوم ديفايدد على الاند ديستوليك فوليوم ونضربه في 100، بيطلع عندي حاجه اسمها ايجكشن فراكشن تتراوح ما بين 50 الى 60 او 65%. طبعا هي من 50 ل 60، لو انا 60% ده يبقى فيري افيشنت. طبعا هنا الامبورتنس بتاعتها بتبقى انديكيتور سوري للمايوكارديال كونتراكتيليتي. في حاجه عندنا اسمها الكاردياك ريزيرف. طبعا انا ساعه ما اقول ريزيرف يعني انا بشوف انا بخزن ايه، ايه اللي انا عندي في جعبتي شايله عشان الطوارئ، اللي هي ايه؟ ماكسيمم اماونت اوف بلاد، اقصى كميه دم that can be pumped out by the heart above normal value. شوف يعني انا محوش قرشين للزمن، محوش لترين للاكسرسايز، هي كده محوش لترين للاكسرسايز، ده واحد تاني محوش 5 لتر للاكسرسايز، واحد كده بالشكل ده. ممكن يبقى محوشهم فين؟ في الفينز طبعا، يعني يبقى عنده الفينز كاباسيتي بتاعته عاليه. هنا it is important in increasing the cardiac output، ده بيزود الكارديك اوتبوت during الايه؟ كونديشن اللي محتاجه ايموشنال اكسرسايز، ها بريجننسي، ها خلاص بتبقى انيبل وان هنا with stand the stress of exercise. اي ستريس، اي سمباثيتك ستيميليشن سواء اكسرسايز او اي حاجه تانية او ايموشنال، على طول بلاقي ان انا عندي كميه دم تسعفني ساعه ما يحصل المشكله دي. is usually expressed in percentage، لازم طبعا تكون نسبه مئويه. In normal young healthy adult the cardiac reserve is 300% to 400%. احنا قلنا الاكسرسايز اصلا لو واحد فيزيكالي فات ممكن يوصل ل 700%. In old age it is about 200% to 250% and increase 500 to 600 in athletes. كل ما اشوف اعدي وصلت ال 700 برسنت طبعا انا كده ايه؟ فيري فيزيكالي فيت واحد. طيب مينيمم اور نيل ان كاردياك ديزيز، طبعا هنا لو واحد عنده هارت فيلير يعني ما اتوقعش ان يكون عنده ايه كاردياك ريزيرف، هو اصلا مش قادر يعمل الفانكشن الطبيعيه. يبقى انا لما اجي الاقي اقول مثلا إيه والله اكتب لي كونسرنينج ذا كاردياك ريزيرف، انا قول لي وان اوف ذا فولوينج از ترو، هنقول مثلا اكسبريسد ان نمبر مش برسنتج، لا طبعا. هل هو بايه؟ ديكريز مع الاستريس، ديكريز مع السمباثيتك ستيميليشن، ها هنا مثلا نقول ديكريز ان اثليتيك بيرسون، لا
ممكن الماكسيمم اور الماكسيمم بتاعها ان كاردياك ديزيز. لا طبعا، يبقى هنا ايه الجمله اللي ممكن تمشي معاها؟ مثلا اقول مينيمم ايه ان كاردياك ديزيز، يبقى هي دي الاجابه بتاعتي بتاعت الكاردياك ريزيرف. ودي طبعا هنا برضو كل حاجه بيبقى لها معادلاتها او الحاجات اللي بتظهرها لي وتوضح لي الفاكتورز اللي افكتنج الكلام ده. فلاقي عندي هنا الكاردياك ريزيرف ماكسيمم كاردياك اوت بوت ديورنج ماسل اكسرسايز. طبعا هنا الماكسيمال كاردياك اوت بوت ديورنج ماسل اكسرسايز ماينس ديورنج ريست. يعني انا شفت الكاردياك اوت بوت مثلا كان مثلا انا عندي الكاردياك اوت بوت انا الطبيعي بتاعي 5 لترز، لقيته وصل بقى 10 لترز، فانا هنا بقول ان المعدل بتاعي 5 لترز، فانا وبرجع احسبه من النورمال العادي، فبلاقي ان هو مثلا 100%، يبقى انا زدت 100%. ايه شورت تيرم ميكانيزم لونج تيرم ميكانيزم؟ طبعا هنا بيبقى في رابيد اونست سلو اونست. طبعا كل ما كان الوقت اللي بياخد وقت ها بيبقى سلو وجراديوال، لكن يبقى افيشنت. دايما قلنا كده الحاجه اللي بتاخد وقت سلو هي الحاجه اللي ايه بيحصل عندها الايفكت العالي. وزي ما بقول كده اهو بن ايه بنقول لك كل حاجه على الهادي تبقى منتهى الكفاءه. الرابيد اونست يبقى هنا هيبقى شورت تيرم، رابيد اونست ما تدينيش الافكاسي بتاعتها العالي. طبعا انكريز الكاردك اوت بوت ايه تو مومنت تو مومنت انكريز ان ذا بودي نيدز. هنا يوزد ان كيس برولونجد اكسرسايز ورك دان باي هارت ايه اكسرسايز. برضو هنا عندي بيبقى انكريز الارتيريال ايه بلاد بريشر. هنا عندنا جزء على الجزء اللي هو الكارديك ريزيرف، دي برضو شكل تاني لعملية الحساب بتاعها ديفينيشن بشكل مختصر. ماكسيمال بيرسنتج هنا بنحدد بقى بالظبط، يبقى مكتوب كده define او definition of cardiac reserve volume maximal percentage increase in cardiac output in response to increase body needs. بس ودي نشوف كده الحاجات اللي هي تبقى موجوده معايا إيه، ان هو مثلا في الويل تريند بيرسون احنا قلنا من 500 تو 600 ده في الاثليتس، لكن ويل تريند ممكن اوصل ل 700% زي ما كنا شايفين الفاكتورز افكتنج الكارديك اوتبوت من الاول، وبالتالي هي تافكت الايه الكارديك ريزيرف فوليوم. طيب ممكن هنا برضه اشوف النورمال يانج ادلت من 300 تو 400، يعني هو واحد مثلا ماشي يا جماعه طبيعي كده وحصل موقف ان هو لازم يجري، مثلا يجري يجيب حاجه يطلع سلم بسرعه كلام زي كده، لازم يكون عنده ريزيرف. فيقول لك ده فلان ده ما عندوش اي ريزيرف خالص. طبعا كل ما الواحد سنه بيكبر الريزيرف بتاعه بيقل، في الهارت فيلير تقريبا بيبقى 0%. تمام. طيب نيجي هنا بالنسبه للكارديك ريزيرف ميكانيزم، ان الكارديك اوت بوت برضه الهارت ريت في الاند ديستوليك فوليوم في حالات الايه الهايبرتروفي. هنا هيبقى الهارت ريزيرف موست امبورتنت، الهارت ريت ريزيرف موست امبورتنت. يعني ايه هارت ريت ريزيرف؟ انا دلوقتي بعمل ضغط النبض بتاعي مثلا 60 بير مينت 70 بير مينت، يبقى انا اقدر اجري لغايه ما يبقى الهارت ريت بتاعي مثلا 130 140، بعد كده الاقي الهارت ريت بتاعي ما جابش، يبقى انا الريزيرف بتاعي قد ايه؟ لو 100% يبقى انا 120. طيب فوق ال 100% يبقى مثلا وصلت لغايه 140، ده يبقى انا كده ممكن إيه يبقى عندي مثلا ايه اكتر من العادي. طب بنحسبه ازاي؟ هو طبعا الاهم الهارت ريت هو مع الاستريس ريت افكت بتاع اللي هو بتاع السمباثيك السريع جدا في الاول. الماكسيموم بتاعي بيقول 220 ماينس الايج ان ييرز، يعني 200 بير مينت. لو انا حاجة احسبها الهارت ريزيرف بتاعي هيبقى 200 ناقص ايه الرقم بتاع الايج ان ييرز، هيبتدي يديني الرقم بتاع الايه الهارت ريت ريزيرف. او تمام هنا بيبقى الكاتيكولامينز او السمباثيك ستيميليشن الليميت بتاعي بيبقى هنا الهارت ريت الدايستول بيريود. يعني معناها ايه؟ ان انا هزود الهارت ريت بس حاطط عيني على النمبر اوف كونتراكشن. لو انا حصل لي تاكي كارديا هقلل الدايستول هقلل الستروك فوليوم، ها هيبقى يبقى انا مش هزود الكاردياك اوتبوت، وبالتالي
هنا الفنتريكلر فيلينج هتبتدي تبقى نيجاتيف افكت، ما لحقش املى الفنتريكل، يعني ده اللي هو النيجاتيف افكت اون فنتريكلر فيلينج نتيجه ديكريز التايم بتاع الدايستول، لان التايم بتاع الدايستول بتاع الفنتريكل قل، وبالتالي هيقل الايه الكاردياك اوت. طب الاستروك فوليوم ريزيرف ماكسيمم بنقول 200 مللي ات 20 ييرز، انكريز الاند دايستوليك فوليوم كوز انكريز الفينس ريترن ليميت، اللي هو ايه اللي ما احنا بنقول ذا ماكسيمم او ذا ستريتشنج ذا كاردياك ماسل او ذا ماسل ذا انكريز ذا الايه الكونتراكشن. يبقى انا هنا لما بزود الاند دايستوليك فوليوم هزود الكونتراكتيليتي، ولكن يفضل عندي الستارلينج لو، فرانك ستارلينج لو اللي هو هيحكم لي القصه دي ويقول لي ويذن ليميت ديكريز الاند سيستوليك فوليوم هيعمل عندي كوز سمباثيك ستيميليشن عندي كاتيكولامينز ها بوزيتيف انتروفي. احنا طبعا قلنا انتروب افكت طبعا، يبقى هنا بيتكلم على ايه؟ على المسل كونتراكشن. لو قلنا كرونوتروفي يعني بيتكلم على الايه النمبر اوف كونتراكشن على الزمن على تايم تمام. ليميت هنا ليميتد اند سيستوليك فوليوم مع الهايبرتروفي with chronic strain on myocardium طبعا ده increase the cardiac myocyte size. يعني ايه لو واحد قاعد يتدرب هي receive less blood decrease the diffusion rate، هيبتدي هنا يعمل ايه يحصل هايبرتروفي في الكاردياك ماسل. هنا بقى الفيصل هيبقى عندي هل انا عندي سبلاي كويسه للكاردياك ماسل ولا لا عشان الماسل تقدر تعمل كونتراكشن. احنا عارفين ان احنا عندنا البلاتو عشان يمنع حدوث التيتانيزيشن في الكاردياك ماسل تمام. طالما انا منعت التيتانيزيشن في الكاردياك ماسل يبقى انا سهل قوي ان انا ايه يعني ان انا اعمل كونتراكشن في الاتريوم والايه والفنتريكل. طبعا لو حصل انكريز في الكاردياك مايوسايت سايز تمام هيبتدي يبقى انا عايز سبلاي لاكسجين اكتر، لو الاكسجين ما يكفيش ممكن هنا يبتدي يحصل عندي المشاكل بتاعتي وده يبتدي تعمل هارت فيلير لان المصل ما بتقدرش تديني الكونتراكشن اللي هي تديني الريزيرف اللي هو موجود عندي. طيب نيجي نبص بقى على الفاكتور طبعا اللي بيأثر على الاند دايستوليك فوليوم اللي هو الفينس ريتر انكريز بريفرال فينس بريشر فينس بريشر هنا ليد تو انكريز بريشر جراديانت كوزنج انكريز فينس ريتر. هنا انكريز البلاد فوليوم وده واحد من الفاكتورز اللي بتاثر على الكارديك اوتبوت اللي هي البلاد فوليوم. ديكريز الفينس كاباسيتي بتقلل الفينس كاباسيتي طبعا هنا اللي هو نتيجه الفينو موتور تون يعني يحصل كونتراكشن في الفينز وبالتالي البراد اللي راجع على الهارت هيبقى قليل وده هنا بيوضح لنا الفينس ريتيرن كيرف. الفينس ريتيرن هنا تو ذا رايت اتريال احنا المعدل بتاعنا ايه يا جماعه؟ احنا زي ما اتفقنا قبل كده ان اللي هيأثر عندي ان هو الدم خارج من الجزء بتاع الاورطه بضغط دم مثلا 120. طب ضغط الدم عندي في الرايت اتريوم قد ايه؟ عندنا الضغط في الرايت اتريوم عباره عن من 0 ل 4 يبقى اذا ايه يكاد يكون مش موجود، يبقى اذا قوه الضخ هتبقى عاليه. لو الهارت بامبنج كان قليل وده اللي احنا بنشوفه، لو الهارت بامبنج كان قليل هيبتدي برضو هنا ايه هيقلل الفينس ريتر. طب الرايت اتريال بريشر لو زاد كل ما يزيد ها هيبتدي يزود عندي الايه هيزود عندي المشكله دي في رجوع الدم. ذا رايت اتريال بريشر از انكريزد الفينس ريتيرن از ديكريزد. ليه؟ لما يحصل ايه؟ لما يحصل انكريز في الرايت اتريال بريشر وده اللي شايفينه في الكيرف. هنبتدي بالعكس، خلينا نبتدي من هنا. الرايت اتريوم الضغط فيه 8 ضغط ايه الفينس ريتيرن بتاعي تقريبا زيرو، قل بقى 4 هيبتدي يزيد، قل بقى زيرو هيبتدي الدم يزيد، قل بقى ماينس هيبتدي يزيد. دي ترانزيشنال ايه اريا او زون ودي هنا البلاتو، هنا ابتدي هنا اللي هي ثابته يعني يحصل تغيير في البلاد بريشر لكن ما يحصلش تغيير في الفوليوم وده نتيجه ان هو هنا دي بلاتو يعني هنا حصل مرحله ثبات مش كل الحاجات بتتغير مع بعضها. يعني هو الطبيعي ان انا اقول ايه ده بيزيد فده يقل، لا هو الكيرف لو ماشي كده يبقى مفيش بلاتو، لو ماشي خط مستقيم كده يبقى كل ما يزيد ده يقل، لا انا باجي في مرحله بتبقى ان انا عندي مهما اتغير البريشر ما يحصلش تغيير في الفوليوم. يعني هنا ده اللي بيتغير اهو
اللي هو الرايت اتريال بريشر، لكن الفوليوم ماله ثابت على الرقم ده اللي هو مثلا نفترض انه 6، يفضل ماشي 6 6 6، بعدين ترانزيشنال زون اللي هو يبتدي يحصل له سلوب داون، يبتدي يقل، يبتدي هنا او داون سلوب دي بقى اللي موجوده او هو سلوبينج داون، يبتدي يحصل معه الايه انكريز البلاد بريشر في الرايت اتريوم. بامبنج كابابيلتي بيكم ديمينيشد، هنا البامبنج بتقل، نيرفس سيركيولاتوري ريفلكس بيبقى ابسنت، هنا في حاجه اسمها فالزالفا مانوفر، فورسفول اكسبيريشن اجينست كلوزد جلوت، يعني حضرتك اكنك يعني ممكن نعملها ازاي، مش هنقدر نقفل الجلوتس من بره كده، احنا ممكن نحط ايدينا على مناخيرنا بقنا ونروح ايه نافخين، تمام، هنا نعمل فورسفول اكسبيريشن كانك عايز تتنفس بس انت قافل بقك، فصدرك هيتملي بلا سوري صدرك هيتملي هوا على الاخر، فالبريشر يزيد جوه الايه جوه اللونج، وبالتالي يبقى فيري بوزيتيف بريشر، وبالتالي يمنع رجوع الدم من الانفيريور ايه والسوبيريور فينا كافا. لو الواحد عملها بعد شويه بيلاقي نفسه عمل ايه يا جماعه، بيدوخ لان مفيش دم رجع، مفيش دم رجع، يعني اللي عايز يجربها يجربها ولكن في فيو سكندز، يعني ما يطولش فيها، لان الفالدالفا مانوفر ممكن طبعا تحصل لما واحد يحصل له ايه مثلا يترعب مره واحده ويحصل له ستوب اوف بريثنج، او ان هو حد يكتم نفسه، تمام، يحصل ترانسميشن للارج فينز، بيحصل ديكريز في الفينوس ريتيرن، ده دي طبعا هي اللي بتخلي الفينوس ريتيرن يقل. البلاتو هنا في الفينوس ريتيرن زي ما اتفقنا بيبقى في النيجاتيف ارتيريال بلاد بريشر كوزد باي كولابس اوف ذا لارج فين، ده لو حصل كولابس، حصل كولابس يعني حصل ايه ديكريز سادنلي في الايه في البريشر اللي موجود، بقى نيجاتيف بريشر في الرايت اتريا، نيجاتيف بريشر، ده ممكن يحصل عكس الفالفا مانوف، يعني عايز اكون سحبت الهواء اللي في صدرك كله، ها نسحب وده ما بيحصلش، يعني واحد يطلع الهواء على الاخر ويكتم نفسه مره واحده، هتلاقي ودانه ابتدت تتنفخ، صدره ابتدى يدوخ، ليه؟ لان خلاص برضو اتمنع الدم اللي راجع على الهارت. When the right atrial pressure falls below zero, no further increase in the venous return. في الحالتين ما بنزودش الايه؟ البتاع، لكن هنا بيحصل لنا ريتش للبلاتو، وات ايفر انا كنت واقف عندي نقطه، تمام؟ الفاليو فور رايت اتريال بريشر ات ويتش فينس ريتيرن از زيرو، اه از كولد او مين سيستميك بريشر اور مين سيركيولاتري بريشر ويتش از ذا بريشر ذات وود بي ميجرد ثرو اوت كارديوفاسكولار سيستم اف ذا هارت وير ستوبد، لو القلب وقف. طبعا كل دي بالتجارب يا جماعه، ما حدش بيعملها في الطبيعه العاديه. افكت بتاع البلاد فوليوم، افكت بتاع البلاد فوليوم على المين سيركيولاتري فيلينج بريشر، لما البلاد فوليوم بيرنج من 0 الى 4 لتر all of the blood will be in the unstressed volume اللي هو الفين producing no pressure والمين سيستميك بريشر will be 0، هنا الدم راجع. طب هو لما البلاد فوليوم هنا greater than 4 لتر بعض الدم هنا will be in stressed volume، يعني هنا الارتريز بيبتدي يعمل بريشر. فور اكزامبل لو هنا عندنا التوتال بلاد فوليوم بتاعك 5 لتر 4 لتر از ان ذا ان ستريسد فوليوم، هنا بيعمل ايه؟ نو بريشر، ما بيعملش ضغط، وبالتالي لتر واحد از ان ذا ستريسد فوليوم بروديوسينج ا بريشر هنا ابروكسيميتلي 7 مليمتر مركو، وده رقم ضعيف جدا، تمام؟ انا بشوف برضو الايه لو مشينا مع الصوره دي بالعكس، طبعا هنا اللي هي اشهر صوره بالنسبه لنا الفينوس ريتيرن، فرق الضغط بين الفي والار اي اللي هي الرايت اتريوم والفنتركل، يعني الفنتركل اللي طالع منه اللي هو مثلا هنقول الليفت فنتركل، وده هنا الصوره اللي تحت على اليمين، وهنا البريشر على الرايت اتريوم وتحتيهم الريزيستنس، كل ما زيد الريزيستنس ها هيتناسب عكسيا مع الفينوس ريتيرن، هيقل الفينوس ريتيرن. طب هنا البريشر هنا الفرق بين بي في مع البي ار اي الفرق بينهم كبير، هيزيد الفينوس ريتيرن، وهو في الغالب يساوي الضغط اللي بيكون في الايه في الرايت في سوري في الفنتركل، وبيبقى بنعتبر الضغط في الانفيريور فينا كافا والسوبيريور فينا كافا ان هو يساوي زيرو. طب ناخدها بالعكس، السمباثاتيك بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل فينو كونستريكشن، فينو كونستريكشن
سكريتال ماسل بامب، يبقى انا عندي هنا قلب تاني غير القلب اللي فوق، قلب تاني غير القلب. وي هاف تو هارتس، بس مش في صدرنا، مش في جوفنا، لا ده واحد في رجلي تحت اللي هو الايه الماسل اللي تحت، السوليوس ماسل. سوليوس ماسل، سوليوس ماسل دي بتبقى فيها ماسل تون بتضغط على الفينز، بوشنج ذا بلاد، بتزود الفينس بريشر. تمام، هتبتدي تزود الفينس بريشر. وعندي هنا التيشو فلويد واليورين فوليوم، هيبتدوا برضو يحصل لهم شيفتنج، اقلل اليورين فوليوم يبقى ما بفقدش ميه، وبعمل شيفتنج للفلويدز من الانتراستيشيال الى الانترافاسكولار. تمام، فبزود البلاد فوليوم، يبقى دي حاجه زودت لي البلاد فوليوم. هنا اجي اعمل في البريثنج، اعمل انسبيريشن يعمل نيجاتيف ثوراسيك بريشر يزود الفينس ريتم، يبقى انا عندي هنا البلاد فوليوم زاد، عندي عملت انسبيريشن، ها انسبيريشن عامل نيجاتيف بريشر مع الفينس بريشر، كل ده يزود الفينس ريتيرن، هيزود الاند دايستوليك فوليوم. يبقى انا في الاسئله بتاعتي الاحظ دايما ان انا الفينس ريتيرن will be increased with increase البلاد فوليوم، increase shifting the fluids to intravascular، shift a veno constriction نتيجة السمبثاتيك ستيميليشن، سكليتال ماسل كونتراكشن. تمام، ها يبقى دول عملوا ايه؟ انكريز في الفينس بريشر. وده او ممكن اجي اقول السؤال بتاعي ايه اللي يزود الفينس بريشر ديورنج الفينس ريتر، ايه اللي يزودهم؟ اهو ثلاث حاجات، اي حاجه من دول خد اللي على مزاجك منهم، سكليتال ماسل، ها بامبنج، والفينو كونستريكشن او سمبثاتيك ستيميليشن اللي هو يزود الفينو كونستريكشن، او عندي هنا انكريز ماسل تون. خلاص، ها ايه اللي يقلله؟ ان انا يجي لي ماسل كرامب، ما يبقاش في حركه، ما فيش ماسل تون، الماسل تقف، فما فيش فينس بريشر. يبقى ده حاجه ممكن سؤال يجي بالشكل ده. طب ايه اللي انكريز البلاد فوليوم؟ يبقى انكريز ايه؟ البلازما فوليوم. مين اللي زود البلازما فوليوم؟ ان انا ازود الانترافينس فلويد او الانترافاسكولار فلويد. هزودها ازاي؟ بالتشو بالشيفتنج اوف فلويد فروم انترستيشيال تو انترا فاسكولار، ديكريز اليورين اوت فلو. خلاص، هزود مين اللي يزود الفينس ريتيرن بالبريشر بالثوراسيك، سوري النيجاتيف بريشر في الثوراسيك يعني، ولا الفالزالفا مانوفر؟ لا، النيجاتيف بريشر مش الفالزالفا مانوفر. هنا برضو عندي شكل لطيف جدا، يعني بيوري لك الفرق في البريشر من التو سيستم، تو سيستميك، تو سيركيليشن سيستميك او بالمونري. فن روعه سبحان الله، لاقي بريشر في ناحيه عالي قوي وبريشر في الناحيه الثانيه مش نفس الارتفاع، لكن الاثنين بيعملوا فينس ريتر، الاثنين ما فيش غنى عن ايه عن الثاني. يعني الاورطه هاي بريشر 120 118 وات ايفر 120 اهو، بوصل في اللارج ارتريز بعد ما راح الاورطه عمل ديستنشن وبعدين كونتراكشن او ايه رجع لوضعه الطبيعي، فده زق الدم في اللارج ارتريز او الميديوم ارتريز، وبعدين راحت للسمول ارتريز، وبعدين راحت للارتريولز. شايفين البريشر بيتغير ازاي؟ مع البريشر بقى في خط اسود كده عمال يتغير، خط اسود ده اللي هو مين؟ المين ارتيريال بريشر، مين ارتيريال بريشر. هنلاقي المين ارتيريال بريشر عمال يتغير معايا مع السيستول والدايستول، اهم عمال سيستول ودايستول، وبعدين الاقي ايه يبتدي البريشر يقل تدريجيا، ها لغايه ما اوصل في الارتريولز الى 35، اهو 30 او 35 دخلت على الكابيلاريز بقى، اللي هو يا جماعه بيفسر عندي بعد كده التغير في البريشر اللي هو بيؤدي الى الاديمه. يعني اقدر اشرح الاديمه من الصوره دي، اقدر اشرح الاديمه من الصوره دي ليه؟ سوري، لان ده بيمثل عندي الهيدروستاتيك بريشر، ادي الكابيلاريز بريشر اللي هي بتوصل يبقى في الفينس في الارتيريال سايد، يبقى عند النقطه دي اللي هي 30 او 35، في الفينس سايد بتبقى 15. يعني الهيدروستاتيك بريشر هنا كده والهيدروستاتيك هنا بريشر كده، هنا 15 وهنا 35. طب ايه اللي بيساعدني في نقل الفلويدز من بين الاثنين، او مين اللي يمنع او مين اللي يزود الاديمه؟ يمنع الاديمه اللي هو مثلا ان الهيدروستاتيك بريشر ده ما يزيدش في الارتيريال،
وانه ما يقلش في الفينس، وان ما يحصلش تغيير في الايه، في الاوزموتيك او الانكوتيك بريشر، تمام، اللي هو انترا فاسكولار ايه انكوتيك بريشر، او اوزموتيك انكوتيك كولويد اوزموتيك انكوتيك بريشر. ده معناه ان القلب من يكون في الليفل الطبيعي بتاعي، فما يحصلش ايه، يحصل اكيميليشن للفلويدز، سواء كان هنا يمثل لي بقى اللي هي مثلا في اللور ليمب، او هنا في الجزء ده يمثل لي اللانج. هنا برضو ممكن نبص كده البريشر كام يا جماعه، احنا بنقول من 15 الى ايه، الى 30 اهو، من 15 ل 30، او من 10 ل 25، وات ايفر. يعني قصدي الضغط كمان في الناحيه الثانيه في البلمونري ارتريز هنلاقيه بقى مختلف، هنا بيزيد جراديولي، فين؟ في المرحله اللي هي في النص على البلمونري ارتريز، يعني في هنا في الجزء ده الرايت ايه، الرايت فينتريكل، في الجزء ده، دي مش مكتوبه هنا، لكن هنا الرايت فينتريكل بيزيد جراديولي مع زياده الدم اللي هو الفيلينج اوف ذا فينتريكل، وبعدين حصل بوشنج للبلاد في الايجكشن في الحته دي، ها عملت بوشنج وبعدين الدم راح وابتدى يعمل دايستول وسيستول، ها جوه البلمونري ارتري، راح للارتريولز اللي هي على طول بقى، لان البلمونري ارتريز مش لسه هيعمل لارج ارتريز وسمول ارتريز وميديوم ارتريز، لا انا من البلمونري ارتريز للارتريولز على طول اللي فيها ماسلز بنسبه عاليه عشان يوصل الدم لللانجز في الكابيلاريز اوف ذا لانج، وبعدين هلاقي البريشر هنا متساوي تقريبا مع بعضه، ويرجع لي البلمونري فين اللي هي قريبه او اعلى شويه من الايه، الجزء اللي هو في الانفيرير والسبيريور فينا كافا، هنا بيمثل لي الليفت، ها هنا بيمثل لي الرايت اتريوم، انا راجع هنا على الرايت اتريوم وراجع هنا على الليفت اتريوم، طبعا احنا عارفين هنا من 0 ل 4 وهتلاقي ده ممثل لي، هنا من ايه، من 4 ل 8 هنلاقي هنا التغيير مش كبير لان المنظر ده. فانا اقول هنا الفن كله في رسمه زي كده بسيطه جدا، ولكن بتوضح لي كل حاجه. طبعا انتوا شفتوا الصوره دي في لما كنا بنتكلم على البلاد بريشر، لما كنا بنتكلم على البلاد بريشر وشفنا فيها السيرفيس اريا، ها وشفنا فيها الفيلوسيتي، ولما لقينا مع التغيرات مع الاورطه اهو، السيرفيس اريا بتاعت الاورطه ايه، ها قد ايه قليله بين ان ريليشن تو كابيلاري، كابيلاري هي البنفسجي، شوف شوف السيرفيس اريا بتاعت الكابيلاريز قد ايه، كل ده لكن هنا واحده بس، خط واحد هنا، ادي السيرفيس اريا هنا اكتر لانها بتمثل ايه، واحد اتنين تلاته، دي سيرفيس اريا، هنا بقى تمثل كام، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه، هنا بقى هنا ما حدش يقدر يقول اكنها هنا قطعه واحده شامله كل التفاصيل دي، كل الكابيلاريز دي، فنلاقي السيرفيس اريا في الماكسيمم بتاعها معانا هنا، وبالتالي الاقي الفيلوسيتي في المينيمم بتاعها. ليه يا جماعه برضو السيرفيس اريا بتبقى اكبر عشان الكابيلاريز، وليه الفيلوسيتي بتبقى اقل عشان تدي فرصه اكتر لعمليه الاكستشينج، ها كل ما اكون بطيء هنا فتلاقي عندي الجزء ده يبقى مظبوط تمام ويعمل اكستشينج. طب نيجي للبريشر، نلاقي البريشر هنا في الماكسيمم وبعدين تبتدي تقل تدريجيا، اذا الفيلوسيتي عندي بتبقى سريعه جدا مع البريشر، ها ومع السيرفيس اريا القليله. الريليشن دي لازم تبقى في دماغنا، مش عشان امتحانات وكلام زي كده، ولكن عشان حتى نبقى فاهمين ايه هو اللي بيحصل جوه الايه الدوره الدمويه. هنا برضو بيجي يتفرج على الالاستيك ارتريز، يعني خرجنا هنا من الفنتركل على الاورطه مثلا كبير، وبعدين الاستيك ارتريز، وبعدين كوندكتنج فيسلز يوصل الدم بس يسلمه للارتريول، ها الارتريولز تعمل ايه، ديستريبيوشن بتوزع تمام على البلاد فيسل، وبعدين ترجع تعمل اناستيموزيس اللي هو ايه ارتيريو فينس، ها تعمل اناستيموزيس اتصال بين الاثنين، وترجع عن طريق الفينز دي الايه الهارت. شوف هنا الارتريولز كل ما صغرت كل ما الريزيستنس زاد، يبقى هنخلي بالنا الماسكولار ارتريز اللي هي الميديوم ارتريز بتعمل ايه؟ ديستريبيوشن اوف ذا فيسل. الالاستيك ارتريز كوندكتنج بلاد فيسل. هنا اللارج الاستيك ارتريز اللي هي بتعمل فيها الويند كيسل او الاستيك ارتريز. تمام؟ الارتريولز عشان الريزيستنس. اول ما اسمع كلمه ارتريولز على طول يجي في دماغي ريزيستنس.
طبعا انزل اكتر في الارتريوز الاقي ريزيستنس زياده. طب انا جيت عند الكابيلاريز، طب الكابيلاريز عباره عن وان لاير وان اندثيليال سيلز، هل فيها كونكشن لسمباثيك او باراسم؟ لا، انا عندي كونكشن فين؟ عند البري، ها اهي البري كابيلاري سفنكتر. سفنكتر دي عباره عن سموث ماسل، هي دي اللي انا بتحكم فيها، والكابيلاريز بتعمل لي الاكستشينج فيسلز، تمام. وارجع طبعا هنا عن طريق الايه الفينيولز والساينوسايدز وكده، ونرجع تاني للهارت. يبقى في السلايد دي احنا جمعنا كده التجميع الايه اللي هي بتحصل عندي، انا بشوف فيها كده البلاد فيسلز، النسب المئويه اللي هي توزيع الدم واحنا ماشيين، هنلاقي طبعا هنا بالنسبه لي ما بلحقش بصراحه احسب حتى نسبه الدم اللي موجود، لان الفيلوستي، ها الفيلوستي سريعه جدا في اللارج ارتريز، لكن لما اجي هنا في الريزيستنس ابتدي بقى ايه اعد على مهلي شويه، وبعدين ابتدي هنا بقى في البالمونري بلاد فيسلز الاقي 12%، الهارت فيه 8%. يبقى اذا السؤال برضو اللي بيجي لي هنا اماونت اوف بلاد، ها اماونت اوف بلاد اللي موجوده في اللي هي في جسمي من التوتال بادي ووتر، البلاد بتاعي يمثل كام؟ 8% من البادي فلويدز. طبعا احنا مش مجالنا يعني نسأل، بس لازم نكون عارفين 8% بيبقوا موجودين من البادي فلويدز، هم دول الدم بتاعي، كمية الدم بتاعي الثمانية دي فكرتني ان انا اقول لكم المعلومة دي. منهم بقى النسب اللي احنا التوزيعها ممكن ناخدها ان شاء الله في الموديول اللي بعد الجاي اللي هو البلاد والاندوكراين يعني، تمام. عندنا في السيستميك ارتريز والارتريولز، سيستميك ارتريز والارتريولز برضه هنلاقي النسبة ايه قليلة 15%، لكن شوف 60% في الفينز، 60% في الفينز، 5 في الكابيلاريز، تمام. في البالمونري بلاد فيسلز عندنا اهي اللي هو ايه موجود فيه الجزء ده اللي هو عشان يبقى ميكسد شويه بيبقى نون اوكسجينيتد. طب نرجع نشوف ايه كمان من العوامل اللي بتزود العمليه اللي هي السكشن اوف بلاد في الفينس ريتيرن ريسبيراتوري موفمنت، قلنا مع الانسبيريشن انكريز هنا الفينس ريتيرن، وده قلنا بنبتدي نعرفه ازاي زي ما شرحنا قبل كده، ولكن نقوله تاني ان احنا ممكن لو جبنا سيرينجز سرنجه كده وشلنا الابره بتاعتها وحطينا صباعنا عليها وشدينا البامب بتاعها والمكبس بتاعها وسبناه، فجاه على طول هنلاقي ان المكبس ده بيرجع تلقائيا. ده ليه؟ نتيجه تولد ايه جوه البلد، جوه سوري جوه السرنجه نيجاتيف بريشر. طب ادي مثال تاني، لما نجيب ممكن انبوبه بتاعت انتيبيوتكس متغطيه بالغطاء بتاعها اللي هو اللي بيبقى عباره عن جلد كده يعني مكبس مكبوس، ونجيب كميه ووتر ونعتبرها كانها الاير، واروح اعمل لها بوشنج جوه الازازه المقفوله دي متبرشمه يعني، يا دوب دخلت السيرنج ورحت حاقن الايه الفلويدز بتاعي، ورج الازازه دوب الفلويدز وارفعها ونزل السن بتاع السرنج على الاخر خالص، هتلاقي المكبس لوحده بيتحرك والفلو اوت كان بيحصل ايه؟ كان بيحصل سكشن للبلد من بلو الدايفرام عشان يخش على الهارت، وهو ده اللي احنا بنسميها ايه؟ ثوراسيك سكشن، لان الثوركس عباره عن صندوق مقفول مفتوح من ناحيه الماوس ومفتوح من تحت من عند الحجاب الحاجز من عند الدايفرام على الانفيريور فينا كاب ومن فوق على السوبيريور فينا كاب. اذا لما يحصل نيجاتيف بريشر هيشفط مين؟ هيشفط يا اير يا بلاد، فهو بيشفط الاير والبلاد، فبيحصل انسبيريشن ويحصل سكشن اوف ذا بلاد فروم اوتسايد تو انسايد ذا هارت. مين اللي هيساعد على الدم ده ان هو يرجع؟ لازم يكون موجود عندي الهارت اللي تحت ده. الهارت ده اللي هو السوليوس ماسل موجوده تحت تعمل كونتراكشن في الماسل دي، وطبعا شغاله بالماسل تون لان المسافه بين الاوريجن والانسرشن ابعد من طول العضله. اذا انا عشان ربنا سبحانه وتعالى يعمل توصيل للعضله بين النقطتين وهو له في ذلك حكم ان هو ايه هيعمل هيحصل ستريتشنج للمصل بين النقطتين، وبالتالي تفضل المصل طول الوقت ايه ستريتشنج، واحنا عندنا القانون بتاعنا الايه التنشن والكونتراكشن، يعني بين ان انا بعمل شد او بين الاسترتش والتنشن، بعمل ستريتش للمصل بيحصل قصادها تنشن مباشر، ده يعمل بوشنج للبلد حتى لو انا واقف against الجرافيتي. الجرافيتي
اون ستاندنج طبعا بتقلل الفينوس ريتيرن، لكن ساعه ما بكون نايم يبقى تاثيرها متساوي على كل جسمي، وبالتالي هنا مش هتاثر تاثير على عمليه الايه رجوع الدم. واثناء النوم انا عندي الريسبيراتوري بامب شغاله الحمد لله، لانها اندر افكت اوف اوتونوميك نيرفس سيستم، بيقل النمبر اوف ريسبيريشن، ولكن بيفضل عندي موفمنت للدايفرام. الدايفرام طبعا عارفين ان هو ذا موست امبورتنت ماسل ها ان ذا بودي، وهي بتبقى متوصله بالفرينك نيرف من ليفل 3 2 3 في السيرفايكال، وبالتالي هنا هي اللي بتشغل الدايفرام. لو حصل قطع في لو حصل اكسيدنت مثلا وحصل قطع في او كسر او تروما في الليفل بتاع فيرتبرا سيرفايكال 2 3 هيحصل دامج للفرينك نيرف، وبالتالي هنا هيحصل ان انا يحصل لي ديس، لانها مسؤوله عن كام؟ 70% من الايه؟ عمليه الانسبيريشن. طيب نيجي نتشنج في الديامتر، هل ده بيأثر عندي على الفينوس ريتيرن؟ طبعا كل ما بيبقى عندي فازو دايليتيشن ويحصل بولينج، يعني خلاص يعني زي ما تقول احنا عندنا حاجه مكان ندلق فيه ميه، مكان واسع الميه هتتفرش على الارض، لكن لو انا بدلق في تراك هيفضل ايه ليها ليفل عالي. هو ده اللي بيحصل عندنا، البلاد راجع في الفينز، كل ما الفينز يبقى فيها فينو كونستريكشن ده معناها ان الدم هيرجع بمنتهى السهوله الى الهارت. لو انا عندي فازو او ارتيريال كونتراكشن بريفرال ريزيستنس زياده هتساعد عندي على الايه الرجوع بتاع الدم، وتزود عندي الايه الجزء الرجوع الدم فورسينج ذا بلاد توردز ذا هارت، مع الفينو كونستريكشن مع السمباثيك ستيميليشن هيحصل عندي انكريز للفينوس ريتيرن. طيب لو حصل تغير في البلاد فوليوم، طبعا فقد الشيء لا يعطيه، لو انا ما عنديش بلاد فوليوم طب انا هرجع ايه؟ يبقى لازم عندي البلاد فوليوم في النورمال ليفل، احنا عندنا 5 لتر دم ها، يبقى انا ما عنديش اي اوبستراكشن تمنع رجوع الدم من الانفيريور سوبيريور فينا كافا، اذا الدم بتاعي هيرجع، ما فيش عندي اديمه، عندي البامب كويسه تحت الهارت اللي موجوده عندي في عند الكاف ماسل والسوليوس ماسل، الماسل دي هنا عندي بتزق كويس قوي، الجاستروكنيميوس دي عماله تزق هي والسوليوس والكده حته الخلفيه للتيبيا ها، عماله تبوش البلاد لفوق نتيجه الماسل توني اللي موجوده في بلاد، احنا هنبوش البلاد تمام، وبالتالي تساعد على زياده الفينوس ريتير. طيب يبقى هنا انا برجع اقول في الاخر انا بنظم الكاردياك اوت بوت عن طريق حاجه اسمها انترنسيك ريجيوليشن اوتو ريجيوليشن، ability of the heart to change in the stroke volume independent on مش لا يعتمد على النيرفس سيستم chemically hormonal factor including heterometric وهوميومتريك، اذا الاثنين intrinsic regulation، وعندي حاجه ثانيه اسمها extrinsic regulation اللي هي بقى ايه dependent على النيرفس سبلاي، ودي هتزود عندي الهارت ريت، وسواء كان انتروبيك او كرونوتروبيك، يعني هنا دي ايه انتروبيك سوري هنا انتروبيك وهنا كرونوتروبيك، او على الكونتراكشن تبقى انتروبيك وعلى الهارت ريت تبقى انتروبيك، وطبعا ده خلاص كده هيبقى الكنترول بتاعها بالشكل ده. لكن انا عندي طبعا طريقتين تانيين اللي هو الهوميومتريك والهيتيرومتريك اللي هي محيرين الناس وتعبينهم ومخلينهم مش عارفين يعيشوا. فعندنا الهيتيرومتريك ده اوتو ريجيليشن، يبقى الاثنين في الاول هيتيرومتريك والهوميومتريك اوتو ريجيليشن، يبقى احنا اتفقنا الاثنين اوتو ريجيليشن. يبقى انا لما اجي اقول هيتيرومتريك والهوميومتريك بوث ار اوتو ريجيليشن. طيب مين اللي بيحصل الاول؟ هيتيرومتريك الاول اللي هو مين؟ اللي هو ستارلينج لو، يبقى ده اللي بيحصل الاول. مين الاسرع؟ الهيتيرومتريك تمام، بيقعد قد ايه؟ ثواني. لو انا هبدا اكسرسايز يبقى ويذن سكند 30 سكند، لا على طول الهيتيرومتريك اشتغل، اللي هو ديبندنج على الستارلينج لو، ديبندنج على الاند دايستوليك فوليوم تمام. هو ability of the muscle to increase in contraction secondary، يعني بعد ما يحصل increase in the muscle length يبقى 30 second after exercise. كل دي جمل معلومة معروفة جدا ولازم نكون عارفينها. due to a increase in venous return او البريلود، يبقى لان احنا عارفين الفينوس ريتيرن او الستروك فوليوم هيعتمدوا على البريلود، يبقى هنا الاند دايستوليك فوليوم الفينوس ريتيرن بيعتمد على ايه؟ على البريلود، هيعمل دايليتيشن في الهارت lead to increase end diastolic volume، لما زود عندي الاند دايستوليك فوليوم عمل ايه؟ to increase هنا ها lead to increase stroke volume lead to increase cardiac output. كلام very simple
احنا ما نعقدش نفسنا وناخد النقاط دي زي ما هي ونفهمها بالراحه، عيدها مره واثنين وثلاثه ولغايه ما ايه تثبت في دماغنا. طيب هنا ده العيب بتاعه ان هو ايه ترانزينت، يعني مؤقت، يبقى الهيتيرو مؤقت، ده رابيد ميكانيزم، رابيد ميكانيزم بسريع، دي ميزه، شورت ديوريشن دي العيب بتاعه. خلاص يبقى الديس ادفانتج بتاعه ان هو ايه مش سريع. طيب initiated by increased venous return، ايوه هنا بيحصل اكزامبل بتاعنا change in the body posture from standing to recumbent position، ها ده هيبتدي يغير عندي الايه كميه الدم. طب start of muscle exercise، تمام ده برضو هيغير عندي المصل. يبقى الهيتيرو عباره عن ايه change in muscle cardiac muscle cell بيحصل فيها contraction، يبقى ده للتشينج اللي بيحصل عندي. طيب it is a preload phenomena، يبقى هي preload phenomena depending على مين، على الستارلينج لو. يبقى نروح ونزيد ونرجع ونقول نفس الكلام، increase the venous return، increase the end diastolic volume، increase الايه initial lead to increase muscle fiber length within limit within limit within limit. ليه؟ لان احنا بنقول ستارلينج لو lead to increase force of ventricular contraction، يبقى هنا حصل عندي ventricular contraction، increase the stroke volume، increase the cardiac output. طب ال end diastolic volume بتغير؟ اه طبعا اه طبعا اه طبعا هتبقى increased. طب ال end systolic volume increase slightly او constant. خلاص يا جماعه، لان انا بتكلم على بقول starling low، ما حدش بقى يروح يقول لي ال end systolic volume بتغير ولا لا، لا بيتغير ولكن تغير بسيط جدا. طيب بيبقى فولود باي هوميومتريك، يبقى مين اللي بيحصل الاول؟ الهيتيرومتريك، عشان ايه الاذكياء فقط اما دول اللي ايه بيسالوا السؤال القوي ده، ان هو يقول لك هو مين اللي بيحصل الاول؟ طب ما هو احنا قايلين ان الهيتيرومتريك بيحصل within 30 سكند والتاني بيحصل بعد 5 دقائق، يبقى اكيد ده الاول اللي هو مين؟ الهيتيرومتريك. شكرا. ده الهوميومتريك بقى، الهوميومتريك فيه ايه يا جماعه؟ فيه increase cardiac output without increase in muscle length or increase in end diastolic volume. تمام، يبقى هو اتكلم هنا على الهوميومتريك، جاي بعد مين؟ بعد الهيتيرومتريك، هو اللي عمل التغير في الماسل لينث وهو اللي عمل التغير في الاند ديستوليك فوليوم. بيستارت 2 تو 5 مينتس افتر هيتيرومتريك او ستارت اوف اكسرسايز، هما الاثنين واحد. ليه؟ ليه؟ لان الهيتيرومتريك بيبدا 30 سكند افتر اكسرسايز. يبقى انا لما اقول بيبدا 2 مينتس افتر هيتيرومتريك او 2 مينتس افتر اكسرسايز ذا سيم، تمام؟ in the same time يعني. هنا وعشان كده بقول change في situation. هنا it follows the heterometric regulation. تاني بنأكد عليها تاني. it can occur for long time. دي ميزته بقى. دي الادفانتج بتاعته. ها؟ وبيحصل it is an afterload phenomena. التاني كان preload phenomena. يبقى ده العكس بتاعه. طب it is initiated by increase aortic in aortic pressure. يبقى هنا حصل انكريس في الاورتيك بريشر لان الميكانيزم بتاعه كده اللي هو هيحصل دلوقتي قدامنا اهو، اوتو ريجيليشن ليد تو انكريس ان ماي كارديال كونتراكشن. مش هو هناك حصل الهيتيرومتريك وجاي لي بمسل كونتراكشن هيزود الاستروك فوليوم. طب لما زود الاستروك فوليوم وحصل ديكريس في الاند سيستوليك فوليوم هيبقى هنا في انكريس في الاورتيك بريشر، ده طبيعي. يبقى هنا بيبقى معاها انكريس في الاورتيك بريشر، انكريس في الاورتيك بريشر اللي هو لسه قايلين عليه اللي هو الحنفيه والخرطوم. انا رحت قافل الاورطه، الدم هيروح فين يا جماعه؟ الدم هي يا اما يفجر الاورطه يا اما يرجع يحصل ريجرجيتيشن يا اما يجي يزقني تاني، يزق ايدي ويعدي عشان يعمل السيركيليشن، هو ده اللي بيحصل. فالفنتريكولار بريشر هنا انكريز للماكسيمم، فتروح عامله ايه؟ انكريز في الستروك فوليوم. طب الاند ديستوليك فوليوم هنا ريتيرن تو نورمال فاليو او نو تشينج، زي ما قلنا على التاني كلام زي كده هنقول على ده. هناك قلنا الاند سيستوليك فوليوم نو تشينج، هنا برضو الاند ديستوليك فوليوم نو تشينج. تمام، ده دي برضو هنا حاجه كده برضو يعني عشان يبقى جايبين كل الريفرنسز وكل الكلام اللي بيتقال في كل حته، بيبقى ماي كارديال كونتراكتيليتي انكريز وزاوت ان انكريز ان انيشال لينث اوف كارديال فايبر، يبقى هنا ما حصلش تغير في المسل فايبر. حد جايب سيرتي منه. انكريز الميوكارديال كونتراكتيليتي او هيعمل ايه؟ فنتركلز ايبل تو دو مور ورك بير ستروك ات ا جيفن ايه
اند دايستوليك بريشر. الفنتركل ديفلوب تنشن، يبقى الفنتركل هنا ديفلوب تنشن مور رابيدلي. تنشن يا جماعه مش ايه، مش كونتراكشن يقصر ويطول وكده. مايكاردال فايبرز شورتن كويكلي، ايجكشن اوف بلاد فاستر، يبقى هنا ضخ الدم سريع. ديوريشن اوف مايكاردال كونتراكشن از بريف، يعني هنا الكونتراكشن بتاعتي قليله. ريت اوف فنتركل ريلاكسيشن از فاستر، يبقى هنا بيحصل تغير ايه زي ما تشوفوا في الجدول ده. طيب ايه رايكم نروح لجدول تاني كده، ها هنشوفه مع بعض. سيبنا بقى من الهرمونال ريجوليشن والثيروكسين هرمون هيعمل ايه، بيتا 1 ريسبتور ومش عارف ايه، يعني خلاص بقى احنا الكلام ده احنا اشطر من ان احنا نتكلم في الكلام ده، تمام. والزيادات، وهل الجلوكاجون بيبقى عكس اللي مش عارف ايه، لا هم عادي شغالين مع بعض الاثنين بيعملوا نفس التأثير. سيبنا من الكلام اللي هو ايه اللي موجود ده، ده كله كلام سهل جدا ان احنا نجيبه، لكن انا هعمل لكم الجدول ده وهنشوفه مع بعض كده. ادي الهيتيرومتريك المينينج بتاعنا تشينج ان ماسل ايه سيلز، هنا ذا سيم، يعني ده معناه كلمه هوميومتريك يعني ذا سيم كونستنت ماسل لينث. يبقى انا هنا لو بتكلم على الماسل لينث هنا بتتغير هنا ما بتتغيرش، ده اول حاجه. السيكونس بتاعنا هنا اوكير ات فيرست، بتحصل الاول هنا فولوينج هيديرومتر، خلاص دي بتبقى 30 سكند، دي سلو من 2 ل 5 دقائق. طب الديوريشن شورت، هنا لونج، تمام. ونشوف الديتيلز طبعا، هنا الاند داستوليك فوليوم، هنا انكريز، هنا نو تشينج، هنا كونستانت، هنا ايه بيحصل ديكريز ان لو اماونت، وبالتالي الايه الستروك فوليوم هنا بيحصل لها انها تزيد، ستروك فوليوم بتزيد، هنا بتزيد طبعا لان الهدف بتاعنا في الاخر واحد، الاكسرسايز والاكسرسايز هزوده. احنا ما قلناش ان الهيتيرومتريك عكس الايه الهوميومتريك، الاثنين اوتو ريجيوليشن. هنا الفنتريكولار ماسل فايبر ستريتش، هنا بريزنت هنا ابسنت، يعني هنا في تغير في الطول والقصر بتاع الماسل، هنا بيبقى ابسنت. هنا الميكانيزم بتاعي ستارلينج لو، اقعد حط ستارلينج لو براحتك، لكن هنا الايه الاوتو ريجيوليشن اوف هيتيرومتريك بيحصل ايه بعديها، افتر هيتيرومتريك، ها بيبتدي يحصل ستروك فوليوم، بيزود البريشر كاردياك اوت بوت، بيزود الكالسيوم انفلوكس، انكريز المايكاردال كونتراكتيليتي، لوكال كاتيكولامينز بيطلع من الماسل فايبرز نفسها، بيحصل اوتو ريليز للكاتيكولامينز، بيبتدي يحصل هنا ايه، يحصل عندي انكريز في التنشن بتاع الماسل. هنا بيبقى على البريلود، هنا على الافتر لود، هنا ترانزيانت، هنا لوست، هنا دي عشان دي عيبه، يعني ديس ادفانتج بتاعه ان هو بيبقى ترانزيانت، هنا طبعا بيبقى لونج تايم، فده مش عيب يعني لان هو برولونجد، هنا ده الادفانتج بتاعه ان هو برولونجد، لكن هنا بيبقى لوست ان هارت فيلير، يعني في الهارت فيلير ما بيحصلش، لكن ده طبعا الادفانتج بتاعه ان هو ايه فيرست ميكانيزم تو ستارت ريجيليشن اوف كارديك اوت بوت بريزنت ان هارت فيلير، يعني اذا انا في الهارت فيلير اول ما يحصل بستفيد من الموضوع. هل احنا بقى محتاجين يكون عندنا ده؟ اه محتاجين يكون عندنا ده، احاول احطه في السلايد اللي هو اللي موجود عندنا هنا. طبعا احنا هنا معلش عشان نرجع تاني كده، انا عارف ان انتوا يعني الجزء ده السيكونسز بتاعتنا هنا بيبقى بيحصل فيرست، ده بيحصل بعد كده الاونس 30 سكند، هنا بيبقى سلو، هنا بيبقى فاست، هنا شورت، هنا لونج، تمام. الاند داستوليك فوليوم بتبقى انكريزد، هنا ما بيبقاش فيه نو تشينج، وبعد كده عندي الاند داستوليك فوليوم نفس الكلام اللي مكتوب هنا، هو نفسه الكلام اللي مكتوب اللي انا وريته لكم في الايه في الجزء اللي هو بتاع الوور. طب هنا هرمونال او كيميكال بيحصل تاثير عندي على الكارديك اوت بوت، عندي هو الكاتيكولامينز بيزود الكارديك اوت بوت زي السمباثيتك والباراسمباثيتك، الثيروكسين انكريز للكارديك اوت بوت. طيب الانسولين طالعين مع بعض اهم كوز انكريز ان كارديك اوت بوت، كوز انكريز ان كارديك اوت بوت. هو مش معنى ان التو هرمونز واحد فيهم هايبو جلاسيميك والتاني هايبر جلاسيميك ان احنا نقول ان هم عكس بعض، لكن هم التو هرمونز بيعملوا كده، ده الاثنين بيزودوا الكارديك اوت بوت، الاثنين عندهم بوزيتيف انتروبيك اكشن على انكريز الستروك فوليوم والكارديك، ده برضه انكريز مش متكرره ولا حاجه. الديجيتاليز دراج بيزود الكونتراكتيليتي يعني بيزود الانتروبيك، الاستايل كولين بيزود الايه الباراسمباثيتك ستيميليشن
وبالتالي بيعمل ديكريز في الكاردياك اوت بوت، وبالتالي بيقلل الهارت ريت، وبالتالي يقلل الكاردياك اوت بوت. احنا عندنا نقطة بس عشان تبقى يعني نفس الكلام، طبعا احنا مجمعين هنا الديفينيشنز بتاعتنا هي نفسها، نفس الكلام اللي مكتوب يا جماعة في السلايد المقارنة، ولكن عشان انا عارف ان الموضوع فيه كده مشاكل كتيرة، فطبعا احنا عندنا لخصت الموضوع ده كذا مرة، بالذات الهيتيرومتريك والهوميومتريك، ولكن اتمنى ان انتوا تكونوا كده ايه فهمتوه تماما. شكرا جزيلا، ونلتقي في محاضرة أخرى بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.